صحة الناس وحياتهم هي أهم حاجة في دنيانا، ما ينفعش فيها غير يبيض يسود. أملهم في العلاج أحياناً بيخليهم يروحوا ورا الوهم، وكتير من الناس ما بيعرفش مين الصح ومين الغلط، ما بيعرفش مين الجاني ومين البريء، فين الوهم وفين اليقين. ده دورنا دلوقتي، نشوف ونفكر ونحكم، ده واجبنا مع الناس الحلوة. احنا ما نقدرش نقول ان الحول نفسه مرض وراثي. الحول مشكلته ان هو بيدي للانسان مظهر غير حقيقته. علاج الليزك اللي حول الاطفال ده اوبسوليت، ممنوع. الحاله الوحيده اللي يمكن عمل فيها الليزك لطفل، الفرق بين العين دي والعين دي اكبر من ان النضاره تقدر تتحكم فيه. علاج الحول في الكبار نسبة نجاحه كبيرة جداً. الأستاذة الدكتورة نرمين محمود بدوي، استشاري طب وجراحة العيون، مدرس طب وجراحة العيون، دكتوراه طب وجراحة العيون بكلية الطب، زميل كلية الجراحين الملكية البريطانية غلاسغو، زميل المجلس العالمي لطب وجراحة العيون كامبريدج، عضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحة عيون الأطفال والحول AAPOS، عضو الجمعية الأوروبية لطب الأطفال EPOS. الإحصائيات الدولية بتقول إن طفل من كل 100 إلى 200 طفل بيصاب بالحول، وإن النسبة بتزيد مع تأخير العلاج أو إهمال الحالة. أحد أكبر أخطائنا الشائعة مع أطفالنا هو إهمال الحول بعد عمر 6 شهور بدعوى إن الطفل لسه صغير وعينه هتظبط لما يكبر. صحيح الأطفال قبل 6 شهور بشكل طبيعي وغير مرضي ممكن يكون في عدم تناسق أو حول في عينيهم، لكن إذا استمرت الحالة بعد عمر 6 شهور يبقى في خلل يستدعي زيارة الطبيب بأسرع وقت، لأن إهماله أو تأخير علاجه هيطور المشكلة ويزيدها سوء. الطب بيتطور كل يوم، وعلاج الحول عند الأطفال بقى أسهل كتير من زمان، وعلاجه في توقيت مبكر يغنينا عن مشاكل كتير نفسية وجسدية ممكن تصيب أطفالنا. اهلا بيكم. النهارده حوار مثير ومهم للغايه عن الاساليب العلاجيه للحول، بس في دراسه مهمه جدا جدا. الدراسه دي قالت في الاخر انه الحول له تاثيرات نفسيه وبتؤدي ان الاطفال يفضلوا العزله عن السخريه اللي ممكن تجي لهم لما يقترنوا او يعني يكونوا مع زملائهم فيسخروا منهم بسبب الحول. الدراسة قالت إن 85% من مرضى الحول البالغين قالوا وصرحوا بأن كان عندهم مشاكل من ناحية التنمر ومن ناحية السخرية في حالة العمل مع المدرسة، في العمل، في الرياضة. كل ده كان 70% منهم قالوا إن ده له تأثير على سلبي على صورتهم الذاتية. فطفل اللي عنده حول لازم يتاخد الأمر بتاعه بمنتهى الأهمية، الحالة النفسية بتاعته مع العلاج، ولازم طبيب أطفال العيون. وخلي بالكم أنه ده تخصص جراحة وطب العيون الخاص بالأطفال، ده تخصص من ضمن مميزاته ومن ضمن صفاته المهمة جدا خصوصا لما يكون في عالم الحول، أن الدكتور لازم يكون عنده إلمام بالناحية النفسية للطفل ويكون يعرف يتعامل إزاي مع طفل نفسيته ممكن تكون فيها اضطراب شديد جدا، لانه ده يختلف تماما عن الكبار اللي بيعاني مثلا من ميه بيضاء او بيعاني من ضعف ابصار، يعني ميوبيا او هايبر متروبيا، يعني قصر او طول نظر. مش لازم جراح العيون يبقى عنده، يعني هو كل الجراحين لازم يكونوا دارسين علم نفس، بس مش شرط، لكن ده لازم يكون دارس.
لأن الموضوع هنا له بعد نفسي مهم جدا، قد يحفر جرح صعب جدا إنه يندمل في نفسه حتى بعد علاجه. ممكن جدا يظل عنده ذكريات سيئة خاصة بما يسمى بالتنمر أو بالتندر عليه منذ أن كان طفلا. القصة النهاردة هنفهمها بالتفصيل في عالم الحول مع ضيفتي العزيزة الأستاذ دكتورة نيرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون ومدرس طب وجراحات العيون، صاحبة دكتوراه طب وجراحات العيون وزميل كلية الجراحين الملكية البريطانية جلاسكو، وزميل المجلس العالمي لطب وجراحات العيون كامبريدج، وعضو الجمعية الأمريكية لطب وجراحات الأطفال والحول والجمعية الأوروبية لطب الأطفال. نورتينا دكتورة نيرمين. شكرا جزيلا. قبل ما أدخل على علاج الحول، هل ينبغي انه جراح الاطفال او طب جراحه طب العيون الاطفال يكون عنده المام بالناحيه النفسيه؟ هو حتى بغض النظر عن كون الطفل عنده حول ولا لا، هي فكره التعامل مع طفل. لما بيدخل طفل العياده، هو وللاسف دي عندنا في الثقافه بتاعتنا انه الدكتور هتسمع الكلام ولا هيدخل يديك حقنه، واحنا عندنا بقى هنخلي الدكتور يديك يحط لك قطره تحرق لك عينيك. فالفكرة ان الدكتور لازم يعرف ازاي يطمن الطفل ده في الاول، ما يبقاش التعامل على طول ان هو يدخل يكشف وخلاص وبغض النظر الطفل متضايق بيعيط زعلان. لازم يبقى في فترة لتكوين ألفة ما بينه وما بين الطفل. لازم يحسسه بالثقة، لان هو بالنسبة لأي طفل ده في حد فجأة كده عمال بيبص يمين بص شمال بيلعب في وشه بيلعب في عينيه، فطبيعي ان هو لازم يتعامل معي. كمان لازم يبقى يعني لما طبيب عيون الأطفال يتعامل مع طفل عنده حول، ما يبقاش محسسه أنه هو في مأساة. لازم يتعامل معاه بأنه هو طفل عادي، وأن مشكلته دي ليها حل، وأن هي مش مشكلة أساسية. وفي المرحلة دي احنا عايزين نشجع برضو أن في المدارس أو عامة الناس لما يربوا ولادهم فكرة التنمر على المختلف بغض النظر عن لو كان عنده حول او عنده اي مشكله تانية، ياريت فعلا نتعلم ان احنا نعلم ولادنا ان هم يتقبلوا الاخر بطريقه اكثر صحيه من ده. هو لازم الطفل المتنمر ده يعاقب جدا، مفروض جدا، لان ده على فكره الطفل المتنمر ده يعني مشروع مجرم او نصاب، مشروع انسان حقير. يعني الطفل المتنمر كده يعني ده أسوأ أنواع البشر. هو عشان في مرحلة الطفولة يستحسن نعلمه إن اللي بيعمله ده غلط بالظبط، ونعرفه إن لا، لازم نحوله بقى من لازم المجتمع كله يرفض الاتيتيود ده أو البيهيفير. وعلى فكرة الطفل بيقاوم في المرحلة دي كويس طبعًا. جدا يعني طبعًا. لما بيقاوم بيعرف إن اللي بيعمله غلط بيتحول إلى إنسان كويس جدا. أكيد. ساب بياخد على كده وبيبقى الاتيتيود بتاعه ده بالظبط. عايز أبدأ بقى الحول جراحة في المرحلة اللي احنا بنتكلم عليها دي، يعني قد يكون الخيار الجراحي موجود؟ هو طبيعي الخيار الجراحي دايما موجود في حالات الحول. هي ودي المشكلة، ان لما انا جيت ابتدي اشتغل في مجال طب عيون الاطفال للأسف انا فوجئت. انا كنت فاكرة ان انا هتبقى مشكلتي ازاي اقنع الناس بالجراحة. اكتشفت ان بالذات في موضوع الحول، وعلشان اللي حضرتك بتقوله، وعشان نفسية الطفل ونفسية اهله، لان هم كمان بيبقوا متضايقين من الشكل قوي، ان الاهل هم اللي بيجوا يقولوا يلا نعمل عملية. ففي مثال كده بنيجي بنقوله للناس علشان خاطر يفهموا القصة، ان لو انا دكتور قاعد في عيادة وداخل عليا مريض بيعرج، او اتنين مرضى بيعرجوا، واحد عنده التهاب في الاعصاب وواحد عنده كسر في رجله، لا ينفع اللي عنده التهاب في الأعصاب أجبس له رجله، ولا ينفع اللي عنده كسر أديله مضادات للالتهاب. دي حاجة ودي حاجة، بس الاثنين بيعرجوا، بس الاثنين بيعرجوا والاثنين نفس المنظر والاثنين داخلين عليا بنفس الشكل. نفس الحكاية في الحول، مش كل الحول نوع واحد، ومش كل أمراض الحول نوع واحد، وبالتالي في حول علاجه بيبقى علاج غير جراحي تماماً، وفي حول علاجه الوحيد هو الجراحة. وهنا بنبقى بنعاني عشان نقنع الأهل أنه أصبروا شوية مع العلاج غير الجراحي، بلاش ننط على الجراحة على طول، لأن مش دايما الحل الجراحي بيبقى هو الحل السليم أو الحل الأصح لعلاج الحول. إذن هنبدأ بالجراحة صح كده؟ إحنا في الأول بنستنفذ الحلول غير الجراحية، ولما بنشوف وفي مرضى بيجوا لا هو الحل جراح. يعني لما بتبقى في مشكله في العضلات مثلا،
لما بيبقى فيه شلل في العضلات، لما بيبقى فيه مشكلة، احنا بنقدر نقيم في الحالة اللي حلها جراحي والحالة اللي بيكون حلها غير جراحي. انا فانا فاهم كده، انا قصدي لما نقول لما قلت ان احنا نبدا بالجراحه، انا خلاص احنا بصدد الحالات التي تحتاج الى الجراحه. تمام. هل في خلاص قررنا ان في جراحه، هل في خطوات مهمه قبل الجراحه؟ اكيد طبعا. هو اهم حاجه ان احنا نقدر نفحص ونقيم الحاله بطريقه سليمه، بحيث ان احنا ناخد قرار جراحي سليم. يعني احنا دايما بنقول للطلبه عندنا انه بالذات الحول قرار اكتر من عمليه. يعني انا ممكن اعمل عمليه واعمل عمليه صح جدا وتبقى عمليه رائعه، لكن من الاول انا لا شخصت الحول ده بطريقه سليمه ولا شخصت التعامل معاه بطريقه سليمه. بمعنى ان انا لو عندي طفل عنده طول نظر، عنده حاجه اسمها الحول الانسي التكيفي، هو مع الحول اللي عنده نتيجة طول النظر، ما ينفعش ان انا ادخل واعمل له جراحة انا هلاقي عنده حول، والحول ده بزاوية زي ما بنقول 30 او 40. الحل بتاعه في الجراحة ان انا احرك العضلات مثلا 3 4 5 ملي، هدخل واحرك العضلات، الطفل خارج هو لسه عنده طول نظر، وبالتالي ما ينفعش ان انا ادخل اشتغل على العضلات دي من غير ما احل المشكلة في الاول. فأنا لازم أعالج أي مشكلة مصاحبة زي مشاكل الرؤية، زي مشاكل كسل العين، أقيم الحالة كلها، هل هو حول مثلا أفقي فقط، هل هو حول رأسي فقط، هل هما الاثنين مع بعض، هل بيصاحبوا مشاكل مثلا في العضلات المائلة مع العضلات الأفقية أو العضلات الرأسية اللي احنا بنسميهم العضلات المستقيمة. لازم التقييم الضروري المناسب للحالة قبل ما نقرر القرار الجراحي. ايه انواع الجراحات اللي بتتعمل للحول الوحشي، الحول الانسي؟ الاسامي دي مشهوره عند الناس. هو اكتر نوعين من الحول فعلا مشهورين عند الناس، الحول الانسي والحول الوحشي. زي ما احنا شفنا دلوقتي، احنا عندنا عضلات في العين، عندنا اربع عضلات في العين بيحركوهم افقيا وراسيا، وده اللي بيعمل لنا الحول الانسي او اللي بيصلح الحول الانسي او الحول الوحشي. احنا العين عندنا بالظبط زي الحصان، زي راس الحصان، انا ماسكاه بالجام، في عضله بتشده لجوه، في عضله بتشده لبره، وفي عضلات بتشده لفوق ولتحت. طيب لو انا راس الحصان دي مايله لبره شويه، هعمل حاجه من الاثنين، يا اما اشد العضله المرخيه اللي سايبه دي شويه تشد راسه لجوه، يا اما اسيب العضله اللي لبره دي شويه بحيث ان راسه تتعدل. ودي أشهر أنواع العمليات اللي بتتعمل للحول الأنسي والوحشي، يا إما عضلات لتقوية العضلة، عمليات لتقوية العضلة الضعيفة، أو عمليات لإرخاء العضلة اللي شدة زيادة عن اللزوم. المشكلة إن الناس مش عارفة إن في عضلتين تانيين، العضلات المائلة غير العضلات الأربع عضلات اللي بتحرك يمين وشمال وفوق وتحت. فممكن الحول الأنسي أو الحول الوحشي يبقوا مصاحبين بانحراف في العين دائري، أو يبقوا مصاحبين باتجاهات أخرى في العين بتعمل لنا أنواع أخرى من الحول. هل في أساليب أخرى للجراحات؟ لو الحول مصاحب فعلاً بأن احنا عندنا مشكلة مثلاً في العضلات المائلة، لازم هنشتغل على العضلات المائلة مع العضلات المستقيمة. احنا لازم لما بنبص لوضع العين ما نمشيش وراء الشكل الظاهر، بيتعمل فحص كامل للطفل ده، ممكن بيتعمل أنواع مختلفة جدا من العمليات غير مجرد إن احنا بنشد عضلة أو بنريح عضلة، في أنواع كتيرة جدا من العمليات الغرض الرئيسي منها إن عضلة العين في الوضع اللي احنا فيه ده تعمل بأقصى قدرة، وفي نفس الوقت تدي أفضل شكل للعين، نقدر بإن احنا نقدر نشوف العينين الاثنين متوازيتين وبيعملوا بطريقة سليمة مع بعضهم. ايه الصوره دي؟ دي نوع من الجراحات برضه، دي اللي احنا بنسميها جراحات نقل العضلات او الماسل ترانسبلانتيشن. في عدد كبير جدا من حالات الحول ما بتبقاش بس نتيجه خلل في العضلات، ممكن تبقى نتيجه شلل في العضلات مثلا. يعني انا عندي عضله فيها شلل، العضله دي مهما قعدت اشد فيها، مهما قعدت احاول اقويها، هي العضله مش شغاله، وبالتالي أنا لازم أساعدها. أساعدها إزاي؟
هي حواليها اربع عضلات تانيين، ممكن بقى يا اما اخد عضلتين تانيين يساعدوا او يشدوا مع العضله دي، ممكن اخد جزء من العضلات التانيه بقطع العضله مثلا نصين، اخد نص يساعد مع العضله دي واسيب النص التاني يقوم بوظيفته بشكل طولي. بشكل طولي يعني انا عندي العضله بقطعها كده بطولها، ويعني هي دي تفاصيل جراحيه معينه، وننقل جزء منها بحيث ان هو يساعد مع العضله دي. ساعات بيبقى في مثلا شلل في اتجاه العين الراسي، العين ما بتطلعش لفوق، فبتيجي العضلات اللي انا بشد بيها يمين وشمال دي هي موجوده في مكانها، لو رفعتها لفوق شويه هتساعد بان هي ترفع العين، لو نزلتها شويه لتحت شويه ممكن، على حسب اتجاه اللي انا عايزه اشد العين فيه. في اوقات بتبقى العين بتدي اشكال غريبه مع اختلافات الحركه، يعني لما البني ادم يبص لفوق قوي نلاقي العينين دخلوا عملوا حول داخلي، او لما يبص لتحت وده اللي بنسميه الاي باترن، او لما يبص لتحت نلاقي العينين دخلوا لجوه بنسميه الفي باترن، او بالعكس يجي يبص لفوق نلاقي عينيه بعدوا عن بعض. فالحاجات دي بنغير فيها اتجاهات العضلات، وده اللي بنسميه مصر ترانسبلانتيشن، نقل للعضلات بحيث ان هي تقدر في كل الاتجاهات العين تبقى بتشتغل بطريقه مناسبه وسليمه. تنورتيني. ضيفتي العزيزه الاستاذ الدكتور نرمين بدوي، استشاري طب وجراحات العيون، مدرس طب وجراحات العيون وصاحب دكتوراه طب وجراحات العيون بكليه الطب، وزميل كليه الجراحين الملكيه البريطانيه والمجلس العالمي لطب وجراحات العيون، وعضو الجمعيه الامريكيه والجمعيه الاوروبيه لطب وجراحات عيون الاطفال والحول. نورتينا وشرفتينا في نزل. شكرا جزيلا. خليكم مع نزل. يعني اللي عنده بواسير ما يتوجعش زي اللي عنده شرخ شرجي، اللي عنده ناسور شرجي ما يتوجع، اللي عنده ورم داخل المستقيم وحاجه رهيبه جدا ما يتوجعش زي اللي عنده حته تعويره في الشرج. العالم بيتفرج علينا، ما ينفعش يبقى علاج مشاكل العمود الفقري او الجهاز الهضمي بشويه كلام اهبل. يعني ناس توصف الحكايه دي بكذا وصف، يقول لك انا حاسس اني بتعور، انا حاسس ان مثلا في حاجه بتشكني، انا حاسس ان انا في دبوس يعني. انما هو احنا بنروح في الاخر ان في جرح، احساس الجرح ده اذا حصل وتعالجت في خلال 6 أسابيع انت هتخف 100% بدون ما تروح تعمل عمليات. بيجي لي ناس تقول لي ده انا بس حسيت بوجع من يومين، لكن لما نفحصه نقول له انت عندك بواسير بقالها 10 سنين مثلا. الناسور الشرجي الحل الجراحي فيه يمثل الحل الوحيد. الناسور الشرجي من الامراض السخيفه جدا لانه يمر داخل عضلات مهمه جدا مسؤوله عن التحكم في التبرز. بقى الحل للناسور دلوقتي زي ما بنقول حاجه اسمها فيلاك، ان احنا نخش نقفل الناسور ده بدون ما نمس حتى العضلات، ودي حاجه يعني انا نفسي الناس كلها تقرا عنها. الدكتور محمد مجدي النجار، استشاري جراحات الشرج والمستقيم، عضو الجمعية الأوروبية لجراحات الشرج، مدير مؤسسة هيموكيور لعلاج أمراض الشرج والمستقيم. أهلا بكم، النهاردة يوم مهم ومعلومات مهمة وحلقة في منتهى الأهمية والقيمة العلمية. عملوا مسابقة في أدنبرا، والمسابقة دي كانت عن مين يأكل أكبر كمية من الأكل الطعام الحراق، الحاجات السبايسي. لقوا حاجة غريبة جدا، لقوا في المسابقة في ناس تعرضت إلى إغماء، بالإضافة إلى ناس جالهم مرة واحدة يعني ألم شديد جدا في الجهاز الهضمي كله، وإحساس عنيف جدا بالرغبة في القيء. فالحقيقة درسوا القصة، وطلع بروفيسور تابع القصة قريب جدا اسمه جون بريسكوت، قال انه ده استاذ في جامعه في رئيس تحرير مجله جوده الاغذيه، وقال حاجه مهمه قوي، قال انه الاكل الحراق يؤدي الى التهاب في الانسجه. هو طبعا كلام معاد، بس طبعا يعني عملوا له النوع من الاحتفاليه، لكن هو احنا عارفين الكلام ده كويس جدا، انه هذا الاكل الحراق يؤدي الى التهاب في الاغشيه المخاطيه بتاعه الجهاز الهضمي كله، وخصوصا كمان في الجزء الأسفل من الجهاز الهضمي، كله بيتأثر لكن الجزء الأسفل بيتأثر، وده بيفسر ليه الناس المدمنة على الأكل الحراق. طبعًا إحنا هنا في مصر الأكل الهندي ملوش شعبية كبيرة، لكن عندنا أكل مصري شبه الهندي،
مش لدرجة الهندي، الهندي رهيب لكن قريب منه. في ناس بتاكل يعني فلفل حراق حراق، وفي فلفل رهيب، وفي شطة جبارة بتتحط على الأكل، في ناس بتاكل أكل متغرق بالشطة. دول لازم ينتبهوا جدا لينا النهارده في حوار مثير مع ضيف العزيز الاستاذ دكتور محمد النجار. اهلا بك يا دكتور، منورنا وسعادة غامر. هيا نص المعلومات دي من دكتور محمد، انا قبليها رجعت برضو معاه عشان اعرف بس هل احنا بس انا اللي عارفه ان صحيح الاكل الهندي ملوش شعبيه في مصر، لكن احنا بنعمل اكل شبه الهندي. اصعب اصعب كمان الهندي والله العظيم، حاجه صعبه جدا. احنا اتعودنا في اكلنا نحط كميه من الشطه غير طبيعيه، واذا ما كانش شطه بنغرق الاكل بهارات. خلي بالك ان الحكايه دي صعبه قوي، يعني استخدام الشطه والبهارات بشكل عنيف كده 100% 500% كمان مش 100% بيعمل مشكله في الغشاء المخاطي للجهاز الهضمي كله، وخصوصا في منطقه الشرج طبعا يعني. والثمن بيكون غالي. جدا جدا جدا. احد الاسمان او احد الاشكال الحقيقه الخطيره جدا في امراض الشرج ما يسمى بالشرخ الشرجي. طبعا ما هو الشرخ الشرجي؟ بمنتهى البساطة الشرخ الشرجي ده عبارة عن جرح داخل الغشاء المخاطي للشرج. هو يعني لتبسيط الأمور أكتر، الشرج ده عبارة عن أسفل الجهاز الهضمي فوقيه شوية حاجة اسمها المستقيم. المستقيم هو الجزء اللي فوق القناة الشرجية، ده طوله حوالي من 6 ل 8 سنتي، عبارة عن جدران للشرج، عبارة عن غشاء مخاطي. يعني إيه بقى غشاء مخاطية؟ للتبسيط برضه هو عبارة عن النسيج الرقيق جدا جدا اللي بيحوط جدار الشرج زي شفايفنا من جوه كده، حاجة رقيقة قوي. هذا الغشاء المخاطي لما يتجرح لما يتعور يعمل حاجة اسمها الشرخ الشرجي، فيبقى الشرخ الشرجي تعريفه هو جرح داخل الأغشية المخاطية المبطنة لجدار الشرج. ده يحصل امتى بقى؟ ده يحصل لما نمر بنوبة من نوبات الإمساك الشديدة شوية أو حاجة، أثناء خروج الفضلات بتبقى الفضلات صلبة شوية أو صعبة شوية حاجة، فيقوم مع محاولة دخول الحمام لإخراج هذه الفضلات يحصل هذا الجرح داخل الغشاء المخاطي للشرج. هو بمنتهى البساطة هو جرح، يعني مفيش أكتر من كده. حتى الباثولوجي بتاعه يعني المرض في الشرخ الشرجي ده عبارة عن جرح تعويرة حتى مجروحة داخل الغشاء المخاطي للشرج، لكن دايما بيحصل في الجزء الخلفي عند الرجال، وعند السيدات يحصل أكتر في الجزء الأمامي، هنا بسبب الولادة والحمل وكلام زي كده، وهنا بسبب الإمساك. جزء الخلفي من القناة الشرجية هو أكتر جزء ما يوصلوش تغذية دموية بشكل ممتاز، وبالتالي أي جرح في الحتة دي يبقى غير قابل للالتئام. هو بالظبط زي ما حضرتك شايف كده، هو قطع حتة مجروحة، ولذلك هو ما هوش مرض، يعني ما هوش حاجة صعبة فيها فيسيولوجي وفيها وحاجات بتتأثر وهرمونات بتطلع ولا أي حاجة من الكلام ده، هو حاجة ميكانيكية جدا، حتة اتعورت زي مثلا لما واحد ياكل شويه ومش واخد باله فيقوم عضد حته من شفايفه او حاجه فتتعور، يفضل متجنن يومين ثلاثه لحد ما تخف. هو ده اللي بيحصل بالظبط عند حدوث هذا الجرح داخل الغشاء المخاطي للشرج، يحصل الشرخ الشرجي، وهو بمنتهى البساطه قطع داخل الغشاء المخاطي للشرج. هل الاسباب بس تنحصر في امساك مزمن ولا في اسباب اخرى؟ في مليون سبب، بس كلها تقع تحت الضغط الدائم داخل الحوض، تحت ان في ضغط دائم على الاوعيه الدمويه على الحوض وعلى الشرج. أشهرها الإمساك، أشهرها طبعاً، والإمساك حط بقى تحتيه مليون ألف حاجة، يعني في مليون سبب يعمل إمساك، لكن إذا كان المريض عنده إمساك 100% أثناء خروج الفضلات من منطقة الشرج بشكل صعب شوية يتعور، يجرح نفسه، وهو بيحس ده وقت دخول الحمام. يعني الأعراض بقى بتاعت الحكاية دي كلمتين ونقطة، يعني هو جرح، المريض بيحس بإيه؟ بيحس بألم أثناء دخول الحمام، يفضل شوية بعد الحمام، قد يطول إلى ساعتين ثلاثة أربعة، قد يطول إلى طول اليوم كله. وخلي بالك هو الباثولوجي اللي قلناه في الحتة دي عبارة عن إن الشرج بيتعور، حوالين الشرج في حاجة اسمها الانترنال سفنكتر أو العضلة العاصرة للشرج، العضلات المسؤولة عن إنها تحافظ على جدار الشرج ماشي بشكل مستقيم. إذا الحتة دي تعورت أو إذا آخر الشرج ده تعور، العضلات العاصرة دي بتنقبض، يحصل فيها حاجة اسمها استينوزز، إنر استينوز، يبقى بندور في دايرة مفرغة، أولها الإمساك، الإمساك عمل ألم أثناء دخول الحمام فالمريض الجرح، الجرح ده يعمل الضيق الرهيب اللي حوالين الشرج، الضيق نفسه اللي حصل ده، وهو بالمناسبة الضيق ده حاجة مشهورة قوي، والعيان اللي عنده شرخ شرجي بيقول كده بالظبط، أنا بشعر إن وأنا بعمل حمام إن في ضيق في الشرج. الضيق اللي في الشرج ده بطبيعته يقلل كمان مرور الدم فيزود الشرخ وهكذا، فنفضل ماشيين في دايرة، هنا الإمساك، هنا الألم، تحت الضيق اللي في الشرج، ويبقى دايره مفرغه، وعشان المريض يخف لازم نكسر حاجه من الحاجات دي، يا الامساك يا الالم يا الضيق حتى اللي في الشرج. الاعراض كده بس ولا في اعراض اخرى؟
نقطة هي كده بس، ألم أثناء دخول الحمام، مفيش أي حاجة تانية غير كده، مفيش نزيف، ما أنا هقول أهو، ونزول بعض قطرات الدم. أيوة. هو جرح، فإذا الفضلات تعدي على الجرح ده اعتبر إن إحنا متعورين في إيدينا، ماشيين كده تعورنا في الاستوديو كده بحاجة في إيدينا. أي مرور الفضلات على هذا الجرح تعمل نقطتين ثلاثة دم، فالمريض ما يشتكيش من نزيف، ما يقولش بقى مثلا زي المريض اللي عنده بواسير او عنده حاجات في 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 القولون من فوق او حاجه زي كده انه عنده بليدنج بريكتم، لا ما يقولش انه عنده نزيف من الشرج. هو يقول لما بدخل حمام الاقي نقطتين ثلاثه دم في قاعده التواليت او حتى على الفضلات. تيجي منين؟ بيجي من ان البراز وهو بيعدي على هذه المنطقه يقوم وهو بيعدي يجرح حته كمان زياده شويه، فرجع منزله نقطتين ثلاثه دم، فمش نزيف دموي. وبالتالي ما فيش مريض عنده شرخ يقول انا عندي نزيف وكلام زي كده. اذا كان عنده كده ف100% عنده حاجات ثانيه الدكتور بيعرفها بالتشخيص والمناظير وكلام زي كده، لكن النقطتين ثلاثه الدم اللي بيجوا مع الشرخ هم نقطتين ثلاثه مش اكتر من كده. فوجع اذا المريض دخل يعمل حمام يتالم جدا 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 وينزل معاه نقطتين ثلاثه دم والالم يستمر بقى بعد الحمام. طب الالم يستمر بعد الحمام ليه؟ من انقباض العضله العاصره اللي حوالين الشرج. يفضل عنده حاجه زي ستروبنج بين كده، زي نقح، زي ما دايما المرضى تستخدم هذه الالفاظ. انا بعد ما دخلت حمام توجعت جدا، خلصت حمام بموت وانا بعد الفتره بعد الحمام. وخلي بالك هو رغم بساطه الشرخ الشرجي، وزي ما بقول لك هو مفيش باثولوجي، يعني مفيش حاجه معقده قوي في الجسم بيحصل لها لازم نعالجها بحاجات وكلام زي كده، رغم بساطته الا انه اكتر امراض الشرج ايلاما. مفيش حاجه بتوجع قد الشرخ الشرجي، يعني اللي عنده بواسير ما يتوجعش زي اللي عنده شرخ شرجي، اللي عنده ناسور شرجي ما يتوجع، اللي عنده ورم داخل المستقيم وحاجه رهيبه جدا ما يتوجعش زي اللي عنده حته تعويره في الشرج. ليه بقى؟ لان دايما بتحصل تحت الدنتيت لاين، في المنطقه اللي مليانه اعصاب حسيه. المنطقه دي حساسه جدا جدا جدا، اذا اتلمست بس لمسه قد كده المريض بيصوت. وبالتالي هو الشرخ الشرجي رغم بساطته لكنه اكتر مرض واكتر الامراض شيوعا واكتر حاجه تخلي المريض يجري جري على الدكتور الحقيقه يعني. هنقف عند الشرخ الشرجي برضه بنلف وبندور على الانواع، هل الانواع هي مجرد انتيرو وبوستيرو ولا له انواع ثانيه؟ لا ليه انواع تقسمت كذا حاجه، يا انتيرو وبوستيرو، انتيرو يعني امامي انتيرو امامي يعني ناحيه الجهه الاماميه من جدار الشرج، وده يحصل اكتر للسيدات. يعني نقول 90% من السيدات اللي عندهم شرخ شرجي عندها شرخ شرجي في الجهه الاماميه. بطبيعه ان الولاده واثناء مرور البيبي وكلام زي كده المنطقه اللي اسمها البرينيوم اللي هي ما بين الشرج وما بين المهبل بتبقى ضعيفه، العجان بتبقى ضعيفه. فدايما هو اذا هيحصل فيها شرخ فبيحصل في الحته دي. لكن الرجال دايما يحصل عند الرجاله في الجزء الخلفي بقى، او الجزء الخلفي من الشرج فيبقى اسمه هنا انتيريور وهنا بوستيريور. لكن في حاجه تانية بقى في تقسيمه مهمه قوي، انه اكيوت ولا كرونيك، هل هو حاد ولا مزمن. تقسمت لايه بقى؟ اذا الشرخ ده لسه حاصل حالا في خلال 6 اسابيع، يعني مريض دخل حمام النهارده اتوجع ونزل نقطتين دم وبتاعه ولقى ان في حاجه غريبه ما كانش متعود عليها، هو دلوقتي عنده شرخ شرجي اكيوت، عنده حاد. اذا المريض ده اتعالج بالدواء بحاجات بس تخلي الانترنال سفنكتر ده يفك شويه، بسيطات للعضلات وشويه كريمات اللي فيها نيتروجليسرين اللي تخلي الدم يمشي في الحته دي اكتر، يخف فورا، يخف بدون ما حتى عمره ما هيعمل عمليات. اذا اتعالج في خلال 6 اسابيع من اول مره حصل فيها هذا الالم اسمه اكيوت ويخف على طول. لكن اذا عدينا الفرصه دي 6 اسابيع دول حتى لو باسبوع واحد وبقينا شهرين ثلاثه بيتحول الى كرونيك. زي ما حضرتك شايف في الصوره كده بيطلع قدام الجرح ده حته زائده جلديه اللي احنا بنسميها السكين تاج او السنتينايل بايل، هي الحته الصغيره اللي خارجه فوق الشرخ الكرونيك، فوق الحته المزمنه اللي هي في اسفل الشرخ. ايوه الحته اللي خارجه دي، وفي فوق برضو حاجه اتكونت ما هي فوق وتحت يطلع قدامها، احنا بنسميها سكين تاج، حته فوق وحته تحت. خلي بالك بقى هو زائده جلديه، زائده جلديه. لو دكتور مش واخد باله قوي او مريض مش واخد باله او حاجه يتخيل ان دي بواسير بما ان حته خارجه من الشرج حاجه، لكن هي الحقيقه حته جلده ملهاش اي قيمه على الاطلاق غير انها بتبقى تيجي مع الشرخ اذا كان كرونيك. وانا رايي ان ربنا خلقها لنا عشان الدكتور يعرف اذا كان ده اكيوت ولا كرونيك، لان مع الشرخ الحاد ما بتظهرش، مفيش حاجه من الكلام ده. لكن اذا كان الشرخ مزمن يبدا يظهر هذه الزائده الجلديه، وكل المرضى اللي عندهم شرخ مزمن بقالهم سنين انا متاكد 100% عندهم هذه الزائده الجلديه. واحيانا اذا كان مريض عنده نوعين، يعني مريض عنده شرخ امامي وشرخ خلفي، فيبقى فوق حته زائده جلديه وتحت حته زائده جلديه. ولذلك فرصه نقول للناس ان اذا دخلت الحمام النهارده، وانا رايي ان المعلومه دي اذا حد عرفها النهارده بس من كل الحلقه فاحنا يبقى فدنا ملايين الناس. اذا دخلت حمام في يوم من الايام اتوجعت جدا كاحساس ان حاجه بتتعور، حط بقى يعني ناس توصف الحكايه دي بكذا وصف، يقول لك انا حاسس اني بتعور، انا حاسس ان مثلا في حاجه بتشكني، انا حاسس ان انا في دبوس يعني، انما هو احنا بنروح في الاخر ان في جرح، احساس الجرح ده اذا حصل
وتعالجت في خلال 6 أسابيع انت هتخف 100% بدون ما تروح تعمل عمليات. لكن اذا عدت عليك بقى 6 أسابيع دي والفترة الذهبية دي راحت، مستحيل مستحيل تخف بالدواء. هيبقى هدف العلاج بعد اذا كنا بقى شرخ شرجي مزمن، هدفه ان احنا نغطي بس الشرخ، اكن عندنا شرخ كده على الحيطه بنحط فيه برواز، ما بقاش الشرخ موجود بس احنا شايفينه، احنا مش شايفين بس هو موجود. فلذلك اذا اتعالجنا في الاول نخف، اذا ما اتعالجناش 100% هنعمل عمليه لاصلاح هذا الشرخ الشرجي المزمن. عظيم. الفحوصات بقى والتحاليل اللي هنعملها لهذه الحاله عشان نعرف ان ده، لان احنا برضو حضرتك حطيت لنا معضله انه ممكن جدا يلتبس على الناس امر ان دي بواسير بان في هناك بروتروجن او بالزبط. بروز، ممكن نشك من الالم ان ده ناسور. لا انت قلت لي ده ناسور والمه ولا حاجه طبعا. بس احنا عندنا الديفرنشال دايجنوز. صحيح صحيح. التشخيص 70% يعتمد على الفحص الكلينيكي في العياده وشطارة الدكتور من وصف للأعراض، إنه برضو يبقى مخمن كده قبل ما يقوم على السرير يشوف العيان، بيبقى عارف شوية لحد ما العيان ده رايح ناحية إيه. لكن في مناظير، في حاجة اسمها بروكتو ستيشن، عبارة عن منظار كده بندخل على كاميرا صغيرة قوي حتى من غير تحضير ولا أي حاجة، بنخش نعرف أول 3 سنتي في الشرج فيهم إيه، ما بنعرفش نشوف جوه، إحنا بس بنشوف أول 3 سنتي على كاميرا كده على مونتور، حاجة لطيفة جدا، بنشوف بالظبط عنده إيه. شرخ الشرج بيبان جدا جدا، بقول لك بنلاقي تعويرة كده، لكن مفيش تحاليل نعملها نعرف اذا كان ده شرخ ولا بس. هو دايما امراض الشرج تعتمد على الفحص الاكلينيكي وعلى المناظير وعلى شطاره الدكتور، على ان الدكتور فاهم قوي ان قد تكون دي حته زائده جلديه مش بواسير. وخلي بالك هي المجال ده الحقيقه يحتاج واحد شاف كتير، ما شافش حاله او حالتين وخلاص على كده. وكل ما كان الدكتور متخصص اكتر في الحته دي كل ما يبقى عارف يفرق قوي بالحكايه، حتى من قبل ما يشوف العين، حتى هو بيسمع في التليفون لو واحد بيكلمه يقول انا عندي كذا، يقدر حتى يقول له انت رايح فين. فالفحوصات اللي نعملها 70% فحص اكلينيكي قد الدكتور ما يطلبش اي فحوصات او حاجه، و30% اذا الدكتور شايف ان في حاجه متغيره، زي مثلا واحد بيقول انا متالم قوي بس عندي دم كتير قوي، هل ده يمشي؟ لا طبعا، قد يكون الحكايه كمان كومبايند، قد يكون مريض عنده بواسير وشرخ شرج. وهنا بيبقى دور المناظير مهم قوي، ان الدكتور يعرف اذا كان ده عنده شرخ ولا عنده بواسير ولا عنده حاجه اكتر من كده. هل هناك يعني كل حاله لها طريقه تشخيص معينه تيلورد ولا كله اسلوب واحد؟ لا تختلف طبعا الحقيقه. يعني الشرخ الشرجي يعتمد على الفحص الاكلينيكي زي ما قلنا وعلى بعض المناظير البسيطه قوي. بس هل الشرخ الشرجي ده ممكن يبقى ممتد لجوه اكتر، فالدكتور يتخدع انه شايف جرح طوله 2-3 ملي او حاجه بس مش واخد باله من اللي جوه؟ جدا، وهنا يجي دور المنظار. لكن اذا كان الشرخ الشرجي بسيط والالم بسيطه والحكايه ماشيه كلاسيك قوي مع الالم وكلام زي كده، ما بنحتاجش نعمل اي مناظير او حاجه، ويبقى الفحص الاكلينيكي ده كافي. وارجع بقول اذا كان الحكايه في خلال 6 أسابيع المريض هيخف من غير اي عمليات. اذا كان المريض عدى ال6 أسابيع دي وبقى له سنه وسنتين وثلاثه، بيبقى هدف العلاج هو فقط لتخفيف الاعراض. واحنا بنقول كده للعيانين عندنا، الحمد لله احنا يعني في العيادات عندنا فريق طبي كبير قوي، قوامه يمكن حوالي 10-11 دكتور او حاجه، وكل واحد كمان مش بس متخصص في امراض الشرج كده حتى عموما، ده احنا عندنا دكتور متخصص في الحته دي بالذات بتاعت الشرخ الشرجي، ودكتور بيعالج النسور بس، ودكتور بيعالج البواسير بس، وهكذا. وما يبقاش برضو يعني الحكايه قايمه على فرد، هي الحكايه قايمه على طريقه علاج، على طريقه 5-6-10-11 واحد مجتمعين، كل واحد متخصص في حته قوي بيقول ايه الحكايه. فالدكتور اللي بيعالج الشرخ الشرجي ده يقول الحته دي بالذات تتعالج ازاي، انت تتعالج بالدواء، هل انت محتاج تعمل عمليه، هل انت محتاج تعمل عمليه طارئه في خلال 2-3 أيام، ولا ممكن تعمل عمليه ترتب لها حياتك بعد 10 سنين من النهارده. هيا يعني الاساليب العلاجيه دايما انت بتبهرني بانه عالم الجهاز الهضمي السفلي انطلق من حالات او من اساليب علاجيه نقدر نقول كلاسيكيه فيها شبه مشاكل الى اساليب علاجيه رائعه. ايه الاساليب العلاجيه؟ هو التطور في هذا المجال مبهر. يعني الحقيقه مبهر الى اقصى درجه وسريع وحاجه وورلد وايد الناس كلها بتتكلم عنها. يعني مثلا خلينا على عن الشرخ الشرجي بس النهارده، مش احنا قلنا ان هو جرح داخل الشرج، خلاص بقى احنا هنتكلم على المريض اللي عدى 6 أسابيع واحنا خلاص هنعمله عمليه. هنعمله عمليه ازاي؟ كانت تعتمد الحكايه دي على ان الشرخ الشرجي الجرح ده لا يلتئم، لان العضله العاصره اللي حوالين الشرج قافله على كل الاوعيه الدمويه اللي ممكن تروح تحمل انسجه ودم وخلايا ووي عشان الحته دي تلتئم وتخف. فكان هدف العمليه الجراحيه الكلاسيكيه القديمه ان احنا نقطع هذه العضله،
العضله المدوره دي نفتح نخليها زي حرف يو كده، نعمل حاجه اسمها انترنال سفنكتروتومي. سفنكتروتومي يعني قطعنا هذه العضله عشان الدم يمشي فالمريض يخف. لكن كان قطع هذه العضله قد يحط المريض في ريسك وان كان بسيط ان يحصل حاجه اسمها فيكال انكونترنس او فليتس انكونترنس، انه لا يتحكم جيدا في مرور البراز او لا يتحكم جيدا حتى في مرور بعض الغازات او حاجه. طيب الحكايه دي اتعالجت ازاي بقى دلوقتي؟ بقينا بنعمل حاجه اسمها ليزر سفنكتروليسز، بقينا بنعالج الشرخ الشرجي باستخدام الليزر. ازاي بقى؟ بقينا بنكوي اولا الشرخ الشرجي. الليزر ليه قدره رهيبه على لم الجروح، على ان احنا لما نسلط اشعه الليزر دي على الجرح بدل ما هو واسع كده يلتئم لانه يبقى خلاص خط صغير. لكن اهم حاجه بقى ان نيجي على العضله دي بدل ما كنا نقطعها باستخدام الجراحه احنا بقينا بنعملها ريليز، بقينا بنحافظ على دائريتها. يعني بدل ما هي مقفوله كده كنا هنقطعها مع الجراحه، لا احنا دلوقتي هنحافظ على انها دايره، ما بقتش حرف يو ولا مفتوحه ولا حاجه، لكن بقت مفتوحه. بمنتهى البساطه اعتبر ان احنا عندنا استك لفينه كده حوالي 20 لفه حوالين بعض. كان ممكن نقطعه مع الجراحه، احنا دلوقتي مش هنقطعه، احنا هنفك من 20 لفه دول 10 لفات، فالاستك اللي قافل قوي ده هيفك يفك يفك الى انه يرجع الى القطر الطبيعي. دلوقتي الحكايه دي بقت بتتقاس بمقاسات، يعني حتى ما بترجعش الهواء الجراح زمان يعني بنطلع التسكر ونقطعه وخلاص، لا دلوقتي بقى الماشين اللي هو جهاز الليزر ده، والحقيقه يعني جهاز عظيم الى اقصى درجه، يعني بقى بيخش يقيس العضله دي قافله قد ايه، وليكن مثلا 20% 25%، ويطلع كميه الليزر على قد قفلان هذه العضله. يعني حتى ما بترجعش لان الجراح يشوف، يفضل واقف بالليزر مثلا لحد ما يشوف ان كده بقى كويس، هو ما بقاش بيشوف. هي بقت حكايه كلها مدروسه، قايسين بالظبط العضله دي قافله قد ايه، نفتحها الى القدر الممتاز طبقا لخروج كميه الليزر من الجهاز الحقيقه. وبالتالي بقت الحكايه ما بقتش جراحيه خالص، احنا بقينا بنعمل للعيان العمليه ونراهنه انه مثلا عملنا له عمليه الصبح الساعه 9 الصبح، بنراهنه ان 9 بالليل يبقى بيخرج بيتفسح، خصوصا اللي عنده شرخ شرجي، لان ما عملناش اي حاجه فيها الم، ما عملناش اي حاجه فيها شغل كبير ومتقدم زي مثلا اللي عنده نصور ولا عنده حاجه زي كده. الشرخ الشرجي بمنتهى البساطه الجرح كويناه حاجه يمكن ما بتوجعش خالص، وبعدين العضله اللي قافله دي عملنا لها ريليز، ريحناها الى القطر الطبيعي. زي بقول لك احنا بنراهن عين الصبح يعمل عمليه وبالليل يبقى بيتفسح. فمع الجراحه الحكايه دي كنا بنقعد 3-4 اسابيع، يعني على ما يبدا الجرح ده يلتئم والجرح اللي احنا قطعناه في العضله الله يلتئم وكلام زي كده. دلوقتي بقت الحكايه زي ما بقول لك تحصل في دقائق بالظبط، يعني وبعد الدقائق دي المريض يبقى كويس جدا الحقيقه. ايه الاساليب العلاجيه اللي هو الليزر؟ احنا كده خلصنا كل الاساليب العلاجيه. كان احنا اتكلمنا عن احدث، هل قبل الليزر ده في حاجات كتير؟ في مليون الف حاجه. كان في حاجه اسمها البوتوكس، كان الدكتور البوتوكس اللي السيدات تحقنه هو هدفه ايه؟ مش هو حته مكرمشه بالظبط، فكنا نحقن الانر سفنج ده بوتوكس، بس ده كان حاجه تيمبراري، كل 6 شهور نروح نحقن حقنه، كانت حاجه دمها تقيل زي ما وحتى السيدات تعرف دلوقتي ان اللي بيحقن بوتوكس كل شويه اللي بيتهالي كل يروح عنده حقنه كل شويه بالظبط، فكان لازم المريض ده كل شويه العضله دي ترجع ترتخي تقفل تاني فنروح نحقنها تاني. مريت الحكايه بحاجات كتير الى ان احنا وصلنا بقى في حاجه ليزر حقيقي، ليزر ماشين بيطلع منها ليزر راديشن بتوصل على العضله تعمل لها ريليز ده في دقائق، والمريض زي ما بقول حرك بعد دقائق بالظبط يبقى فري خالص ويتحرك ويعمل اللي هو عايزه. طيب عظيم جدا. ايه بقى الديفرنشال؟ يعني انت في تقييمك للليزر دلوقتي احنا اتكلمنا ليزر في الناصور، اتكلمنا في الليزر في البايلز، اتكلمنا ليزر النهارده في الشرق بالظبط، في الثلاثه عامل نفس درجه النجاح؟ درجه نجاح مبهره، والسؤال ده خدني لحته كده مهمه قوي الحقيقه. هو هل الليزر ده يعني هو نفس الجهاز ده للثلاثه بنفس الاساليب بنفس الادوات بكل حاجه؟ لا، الماشين واحده بس الاوبتيك فايبر او قسطره الليزر اللي بتطلع اللي وظيفتها تنقل الليزر من الماشين للمريض تختلف 100%. وهقول لك حاجه مضايقاني قوي كمان شويه، اللي عنده ناصور القسطره بتاعته او الاوبتيك فايبر اللي بتطلع الليزر دي اخرها في عدسه مختلفه عن الباقيين، انها تطلع الليزر في شكل دائري بحيث تخش جوه التراك بتاع الناصور فتهده فنبقى شغالين كويس. طب اللي عنده بواسير اخرها في عدسه بتطلع الليزر ده في شكل كون انها توصل لكل اركان البايلز فتروح. طب اللي عنده فيشر اخره في عدسه، طبعا كل دي اوبتيك فايبر مختلف عن الثانيه، ودي حاجه ديسبوزابل لكل عيان، هي بتيجي متبكته كيت كلها كامله لكل عيان وكل حاجه. اللي عنده فيشر بيطلع الليزر ستريت عشان يكوي هذا الشرخ. وبالتالي بقى يعني الايام دي بسمع عن شويه حاجات كده، هل يجوز ان احنا نستخدم اي ليزر بتاع اي حاجه في علاج هذه الحكايه؟ هل يجوز؟ لا طبعا. انا بيتهيالي حتى ان بقى في ناس، عارف انت الليزر اللي كانوا العيال الصغيره بتلعب بيه كده اللي بينور ده، ويقول لك انا عندي جهاز ليزر وكلام زي كده.
لا طبعا ده في كل حاجه بالظبط يعني كل حاجه يعني في الجلد برضو في الجلديه اللي عنده جهاز بينور بيعمل صوت يقول لك جهاز ليزر بالظبط كده يعني بالظبط. فالحقيقه الحكايه مختلفه خالص خالص يعني ده حتى جوه المرض جوه المجال الواحد الاوبتيك فايبرز مختلفه يعني 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 حتى اللي هنعمل بيها للبواسير مش هي اللي هنعمل بيها للشرخ مش هي اللي هنعمل بيها للنسور فالحكايه مختلفه خالص الحقيقه يعني. فخور ان انت معانا في 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 الله يخليك واضافه عظيمه جدا وشرح رائع جدا لكل الامراض وبستمتع جدا بفهم لمنطقه مهمه جدا في الجهاز الهضمي فانت الحقيقه اضفت لنا الكثير وانا متشكر جدا على التلبيه. الله يخليك ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد النجار كان مبدعا في واحده من حلقاتي ومحاضراتي الهامه جدا الشرخ الشرجي والديفرنشال ديجنوز او التفريقات التشريحيه التشخيصيه بينه وبين امراض الشرج الاخرى. خليكم دايما مع الناس الحلوه. عمليه الانف وعمليه الجفون العمليات دي بتغير شكل 680 درجه الوش كله كوم والانف حته لوحدها. عمليات تجميل الانف ليست لتحويل شكل الانف انما لضبط مقاييس الانف. تغهل الجفون سببها اغلبتها يعني 90% من اسبابها تقدم في السن. بقول للعيان ان انت جلدك سميك فانت المشكله الاساسيه عندك ان اللي انا هعمله هيبان بنسبه معينه. انا شايف البي ار بي دي من احسن الحاجات اللي تحافظ على الوش. جراحه تجميل الوجه ان انا ارجع الوجه لمقاييس جماله هو. انا مش جاي عشان اطلع واحد تاني، انا جاي عشان اطلعك باللي يليق عليك. اهلا بكم. لو واحده سالتني قالت لي ايه من عمليات التجميل اللي ممكن يخلي وشي مختلف احلى كتير بس لو محتاجاهم عمليه الانف وعمليه الجفون العمليات دي بتغير شكل 680 درجه لو هي محتاجاهم وكمان الراجل لو عنده مشكله ومحتاج يعملهم هيتغير شكله بنسبه كبيره والشكل اروع كتير بس بشرطين يكون محتاجهم زي ما انا قلت قررت دي ثالث مره اكرر فيها كلمه محتاجهم دي. ثاني حاجه يتعملوا على ايد بروفيشنال جدا لان دي عمليه المليمترات وما هو اصغر من المليمترات. عمليه عايزه دقه شديده جدا. اتعملت في اوروبا كتير والمشاهير شكلهم فعلا اتغير مثلا اشهر ناس عملوا الانف لما نيجي نشوف انجلينا جولي من الناس اللي كانت عندها ديفو معين في مناخرها وهي يعني جينيتيك عندها مشكلة لما عملتها برضو في كان في اعوجاج بسيط في الأنف غير شكلها إلى حد كبير من ما كانت موجودة وطبعا كمان جينيفر أنستون من أشهر الناس اللي عملت الأنف وكانت دي محتاجاها قوي يعني كان فعلا الأنف غير متناسب مع بقية شكلها وفرق معها كتير. ساندرا بولوك النجمة الجميلة من الناس اللي عملتها وبرضو كانت محتاجاها جدا وفي رأيي ما تعملتش كما ينبغي بس ده في الوقت ده أعتقد عملت بدري شوية يمكن في أوائل الألفينية اللي فاتت يعني اتحسنت شوية. كاميرون دياز
عزيز استاذ الدكتور حاتم الصحابي، اهلا بيك. اهلا بيك دكتور ايمن. انا قلت قبل ما نطول في حوارنا النهارده، الالف والجفون عمليه المليمترات عمليه مهمه بتغير وش 180 درجه. اولا بس مبروك على انه انتوا احسن برنامج طبي على مستوى العالم. ده بفضل وجودك معانا. ربنا يخليك يا دكتور ايمن، تستحقوها. اشكرك. شكرا. الناس جزيلا. اللي بيجيبوهم ناس محترمه جدا ومن احسن الدكاتره اللي موجوده على مصر والعالم العربي. اشكرك. شكرا جزيلا. مهرجان الفضائيات العربيه اعطانا اولويه لسنه ثانيه على التوالي. يعني الف مبروك جدا. اشكرك. وحاجه فخر لينا وفخر لمصر كلها ان يبقى برنامج زي ده موجود برضه بيتبث من مصر. اشكرك. شكرا جزيلا. قول لي بقى اللي انا قلته صح؟ مليمترات ده اقل من مليمترات. والله انا قلت برضو اقل من مليمترات بكتير قوي. اولا احنا عندنا الوش كله كوم والانف حته لوحدها. الانف الحاجه الوحيده الثري دي اللي في وشك، يعني انت كل حاجه عندك. العين ملهاش يعني مش باينه 3 دي، انما الانف هي ليها 3 دي اللي باين في وشك. تاني حاجه شكل الانف بيغير شكل الوش، يعني وشك رفيع وانفك كبير شكلها وحش، وشك مليان وانفك صغيره شكلها وحش. قصص كتير قوي على الانف. تاني حاجه هو الجزء المرتفع عن وشك كله، فهو ده اللي بيظبط السيمتريه بتاعت ايه وشك. فالانف مشكلها كتير جدا. اول مشكله العيان محتاج ولا مش محتاج يعمل عمليه تجميل انف، دي اول ايه قاعده. طيب لتسهيل الدنيا، الانف لما بنيجي نعمل لها اي عمليه بيبقى عندنا واحد من اربع مشاكل، سواء واحده او الاربع مشاكل او اتنين من الاربع مشاكل. ايه هما؟ رقم واحد طول الانف. طول الانف هذا الطول المفروض الحته دي تبقى زياده عن فتحات الانف ملي او 2 ملي، عشان بس يبقى اذا الانف الطويل. يبقى انا رقم واحد بتكلم على طول الايه الانف. رقم اتنين عرض الانف، والعرض ده جزئين، عرض عظمي وعرض فتحات الايه الانف. ده مجرد بترسم خط من داخل العين، ان الجزء الداخلي من العين بتلزمه ستريت لاين او خط مستقيم، المفروض فتحات الانف وعرض الانف لا يعدوا هذا الايه الخط، عشان بس يبقى برضه الناس عارفه احنا ايه مشكلتها ايه. يبقى اذا اتكلمنا على طول الانف عرض الانف. ثالث مشكله ارتفاع الانف، اللي هو الارتفاع ده. طيب الارتفاع ده في منه كذا شكل. في الشكل الرومانيان اللي هو زي الرومان اللي هو بيبقى زي معقوف كده، ده رقم واحد. في الشكل اللي داخل قوي زي الافريكان اللي هو بيبقى مفيش بروز للانف. انما الشكل المتعارف عليه للسيدات بيبقى عامل كيرف بسيط كده، والرجاله بيبقى مور اور ليس يعني اكتر منه خط مستقيم. لو ارتفاع الانف زاد عن الخط اللي نازل من الجبهه يبقى اسمه الارتفاع كتير، اللي هو بنسميه الرومان نوز او الانف الرومانيه. او لو نزل تحت مستوى خالص زي الافريكان اللي هي بتبقى مطموسه من هذا، ده اسمه الافريكان نوز. يبقى احنا اتكلمنا على طول، اتكلمنا على عرض، اتكلمنا على ارتفاع. المشكله الرابعه اللي هم المنطقه التب وما يدور حواليها، اللي هي المنطقه بتاعت الانف اللي بيسموها بالبلدي الارنبه بتاعت الانف او مقدمه الانف، زائد فتحات الانف. المعلومه المهمه الناس مش عارفها ان عموما فتحات الانف متماثله في الانسان الطبيعي، وكل فتحه ليها شكل معين عن التاني. ممكن تبقى بيضاويه، ممكن تبقى دائريه، على حسب. انما عرضهم اللي هنتكلم فيه شكل. طب هل هذه المقدمه اللي بيسموها الاغنبه محدده ولا مش محدده، عريضه ولا مش عريضه، فيها الديفينيشن بتاع دخله الانف من هنا، فيها الديفينيشن بتاع دخله الانف من هنا، او تحديد الانف من هنا او تحديد الانف من هنا ولا لا. يبقى اذا بنتكلم على اربع مشاكل: طول، ارتفاع، عرض الانف نفسها، وشكل مقدمه الانف. هذه المقاييس تتناسب مع مقاييس الوش، اشوفها هل هي ماشيه مع الوش ولا مش ماشيه مع شكل الوش. عمليات تجميل الانف ليست لتحويل شكل الانف، انما لضبط مقاييس الانف. يعني انا جالي مره عيان قال لي واحنا قبل ما نعمل عمليه وانا بصوره، قال انا عاوز مناخيري شكل مناخير اكس حد من الفنانين. قلت له هو انت شبه اكس عشان مناخيري تبقى شبه اكس الفنان ده. الشخص ده قال لي لا. قلت له طب خلاص هنعمل حاجه تتناسب مع شكل وشك. يبقى اذا دي اول حاجه بتعرفها هي مقاييس الانف. هذه المقاييس لو اختلت
احنا محتاجين نعمل عملية تجميل لهذا الأنف لرجوع مقاييسها طبيعية. شروط عملية تجميل الأنف: رقم واحد، لا تؤثر على وظيفة الأنف. يعني وانا بعملها ما ينفعش اطلع الانسان عنده مشكله في التنفس. بالظبط. ودكتور التجميل ليس دكتور انف واذن. حلوه كده. يعني انا ما فيش تجميل بيظبط انف واذن، بيظبط مشكله ايه؟ التنفس. لا اؤثر على حاسه الايه؟ الشم. لان ساعات بيبقى العيان الريكوستس بتاعته او طلباته ممكن تؤثر على الوظيفه بتاعت الانف. ضيق لي الانف خالص. طب يا ابني لو ضيقتها انا يعني هتشم اتنفس ازاي؟ طيب اغلبيه العيانين اللي عندهم جيوب انفيه وعندهم مشكله حاجه بيسمها التيرمينت، اللي هي الحاجات الداخليه بتبقى متضخمه بسبب الجيوب الانفيه، لازم ابقى كوشس جدا وانا بعمل عمليه تجميل الانف. ابقى عارف، ابقى مستشير دكتور انف واذن وحنجره، هل لو عملت 1 2 3 4 هتاثر على التنفس ولا مش هتاثر على التنفس؟ يبقى اذا لازم ابقى عيان محتاج. رقم 2، لازم العمليه اللي هعملها لا تؤثر ولا على الوظيفه ولا تعمل مشاكل تانية للعيان سواء في الشم او اي حاجه. طيب طب ترى التقنيه الخارجيه التجميل الانف من الداخل ولا تجميل الانف من الخارج؟ هو مفيش حاجه اسمها داخل وخارج. عشان بس يبقى متفقين، ده مشهور بين الناس. بص، هي الداخل اللي بيتعمل في العظم من جوه، الخارج بنزود عليها الفتحه اللي ايه؟ اللي من بره دي. هذه الفتحه بس مش اصغر. طب امتى اعمل دي وامتى اعمل دي؟ لو حاجه بسيطه، مجرد مثلا ست بنقول عندها هامب او سلامه جمل موجوده على ظهر الانف، مجرد عمليه بسيطه افتح لها فتحه صغيره من ناحيه واحده كمان، بدخل حاجه زي اسمها ببغل بتكحت هذه الطبقه وبتخليها تديني الشكل اللي انا ايه عايزه. طب لو انا عاوز اعمل توتال نيزل شوب، عاوز اكسر وعاوز اظبط وعاوز ارفع المقدمه لفوق عشان ادي الشكل الانسيابي وعاوز اصغر المقدمه، طبعا مش هعمل ده كله من فتحه صغيره. سواء من هنا من هنا، كل التكنيكس في العالم الى الاوبن تكنيك او الطريقه المفتوحه اللي بالظبط بشيل الجلد وبقلبه والعب في الغضاريف وفي العظم زي ما انا عاوز لحد ما اوصل للشكل المناسب. يا جماعه بالظبط الجلد ده انا ما بلعبش فيه كتير، كل اللي بلعب فيه الغضاريف والايه؟ والعظم. نظام اللحقن ومش احقن والمغاهم ومش المغاهم والكلام ده كله ما ينفعش في عمليه تجميل الانف. انا بصلح عظم وغضاريف، حاجات ثابته لازم اظبط مقاييسها، وفي الاخر الجلد مجرد ان هو لبس بيتلبس على هذه العظام وهذه الغضاريف اللي بتدي شكل الانف في الاخر. هو حد ممكن يحط كريم عشان يصغر ولا وعلا في سمعت الكلام ده؟ ياها سمعت ولا ده النصب السلسك؟ سمعت الكلام ده؟ ده نصب سلسك. لا انا بقول لك سمعت الكلام ده. النصب ممل. انا سمعت الكلام. سمعت الكلام ده. والله العمليه بتتم موضعي او كلي على حسب الحاله، بيخرج نفس اليوم. نتيجة الأنف، ودي برضه حاجة مهمة، نتيجة العملية. نتيجة العملية ناس كتير بتبقى متصورة إنها خلاص لازم بقى بعد يوم ولا يومين. لا إن شاء الله ما فيش حاجة. لما إحنا بنلعب في عظم وفي غضاريف تبتدي النتيجة في الظهور بعد أسبوع لعشرة أيام. تبدأ في الإيه؟ في الظهور. في الظهور، إن أنا ماشي على الطريق الصح. صح. العيان يحس إن أنا اختلفت شوية، بيحط حاجه بلاستيكه صغيره كده بنحطها له بعد العمليه، بيخرج نفس اليوم على فكره، بيباتش وبيروح بيتهم وبيمارس حياته عادي والكلام ده كله. كل اللي بنكتب له حبه قطرات، ما فيش اي حتى مساعدات كتير، او بديش مضاد حيوي. يجي بعد فتره، بعد اسبوع، نبتدي نشيل البلاستيكه دي، نشوف شكل الانف عامل ازاي. اقول له بص احنا بنتكلم على 10 ل 20% من النتيجه فقط. طيب بعد اسبوعين 30 ل 40% من النتيجه، بعد 4 أسابيع 60 ل 70% من النتيجه، بعد شهرين 3 تبتدي النتيجه تبقى احلى احلى. خلي بالك احنا بنكسر عظم يا جماعه، ده العظمه بتلحم، بتاخد وقت عشان تلحم. اي عظمه في جسمك بتاخد وقت عشان تلحم. اللي يقول لك نتيجه فوريه ومش فوريه، ده كلام ليس له اساس من الطب ولا الصحه. الانف بتاخد وقت عشان تبان النتيجه. طيب ومفيش انف تبقى شكل الانف الثانيه، وما ينفعش اعمل انف بتاع بني ادم على بني ادم ثاني، ومفيش حاجه اسمها اسطمبه. الكلام احنا عرضت صور الممثلات، في منهم عمليات حلوه وفي منهم عمليات دمات شويه. يعني في بس في ملحوظه عامه. ما لهمش اسطمبه. لا ما لهمش اسطمبه. انت مش ملاحظ الفتره اللي فاتت دي في اسطمبه بتعمل؟ في بلد معينه كانت اسطمبات. فاكر الفتره دي؟ فاكر الفتره دي؟ اسطمبه واحده بتعمل. انا لا، العالم كله رجع ان مفيش حاجه اسمها اسطمبه، في حاجه اسمها مقاييس وجه ومقاييس
لازم الاثنين يركبوا على بعض يدوا النتيجة اللي انت المظبوطة اللي انت عاوزها. ده بالنسبة لك. عايز اروح للجفون بقى. اوكي. الجفون مشاكلها بتبقى مشاكل شكلية ووظيفية برضه. وظيفية طبعا. يعني ساعات الواحد ما بيقدرش يشوف كويس بسبب الجفون. احنا لو قسمنا الجفون في مشكلتين، مشكلة الجفون العلوية ومشكلة الجفون السفلية. المشكلة في اي جفن حاجة من الاثنين، لا جلد لا دهون. خلي بالك ان بفنس في الايليد ده لازم يشوفوا الاول الغدة الدرقية ولا لا، وشوف ده كذا مشكلة. ده كذا مشكلة يعني، بس دي ما بتعالجش يعني. لو احنا رجعنا الغدة الدرقية طبيعتها مش الجفون، هترجع لحالتها الطبيعية. فلازم تصلح الجفون بعد. بس لازم تصلح الاول الغدة الدرقية طبعا عشان ما تزودش، ما ترجعش العملية تبوظ. اولا نبتدي في مدرستين في العالم، بس عشان يبقى في ناس بتعمل الجفنين مع بعض فوق وتحت، يعني دي ودي مع بعض. وفي مدارس يقول لك اعمل ناحيه واستنى اجمنتات، اعمل الناحيه ايه التانيه، يعني اعمل لا اما فوق لا اما اعمل تحت. تحت ليه مشاكله وفوق ليه مشاكله. طب اني اخطر فوق اهم من تحت؟ لماذا؟ فوق انت عندك فتحه العين من الجفن العلوي، يعني تفتح عينك وتقفلها من الجفن العلوي. طب لما يبقى ترهل الجفون، وخصوصا لو معاه دهون كمان معاه تقل، دايما بيحصل في السن الكبير شويه العضلات بتاعت الجفن بتبقى ضعفت، وده تقل عليها. طب هذا التقل عليها بيأثر على حاجه اسمها مجال الرؤيه. هتحس ان عينيه نايمه، مش عشان يجيب الصوره كامله لازم يعمل يرفع قوي يرفع قوي يرفع حاجه. ففي كتير قوي من دول اوروبا وامريكا بقت العمليه بتاعت شد جفون العلويه تحت مظله التامين، عشان بتأثر على عشوائيته. عشان ما يعملوش حوادث. عشان ما يعملوش ايه حوادث. عنده موضعي من حد المنطقه اللي هنشيلها، بيبقى حاجه من الاثنين، يا اما هشيل دهون يا اما بشيل دهون زائد جلد. الجرح بيبقى هنا، جرح العين بيختفي تماما. كلمه تماما انا اعني كلمه تماما، مش هيبان. بنشيل الجلد عشان تحكم انت عندك جلد زياده لا، وانت قافله عينيكي مش وانت فاتحه عينيكي. مع اي حد فاتح عينيه هيبقى عنده جلد زياده. احنا اهم حاجه تبقى انت نايمه وقافله عينيكي كويس، فبنشوف الجلد الاكسس وانت مغمضه عينيكي. نشيل الجلد ونشيل الدهون. الدهون لن ترجع مره اخرى. تخنت خسيت مش مره اخرى. الجلد هذه العمليه ليها مده من 4 لـ6 سنين. يعني ايه 4 لـ6 سنين؟ ما احنا بنكبر في السن. السن ما فيش حد بيفضل شباب طول عمره. وترهل الجفون سببها اغلبتها يعني 90% من اسبابها تقدم في السن. فاذا هيحصل ترهل تاني. بس يحصل امتى؟ حسب صحتك واعتنائك بنفسك والتعرض والبلوشن ومدخنه ومش مدخنه كذا ايه؟ قصه. فبنقول من 4 لـ6 سنين. ده الجفن العلوي اللي هو الجفن المهم مرضيا. الجفن السفلي، الجفن السفلي اغلبيه مشاكله بيبقى كتير قوي دهون. دايما بيبقى في مناطق دهون كتير. طبعا زي ما حضرتك قلت ان هو بيبقى دليل على امراض معينه، اختلال في الغده الدرقيه. ضعف الغده الدرقيه والكلام ده كله. ساعات بيحصل مع مشاكل في الكلى، مشاكل كحه مزمنه، كحه مزمنه، انفيزيما. انفيزيما كل ده بيعمل بافنس اللي هو بنسميه اللي هو الحته اللي جحوظ الحته الجفن السفلي. العيان بيبقى مشكلته الاتي: انا بيتقال لي كلام دمه تقيل، بيتقال لي انت مدمن، انت بتشرب خمر، انت مش عارف ايه. في الثقافه الكلاسيكيه يقول لك بص شوف تحت عينه عامل ازاي، شوف بص الانتفاخ عينه منفوخه. اه بالظبط، ده عينه منفوخه منفخه من كتر المخدرات. بالظبط كده، فبتعمل مشكله نفسيه للعيان. وده مش صح، وده مش صح يعني بجد فعلا. اغلبيتهم على فكره بيبقوا وراثه، بيبقى وراثيه او طبيعه الجسم بيبقى كده. برضه بينج موضعي تحت الرمش بالظبط، وساعات بتعمل من جوه يعني الجفن نفسه على حسب. لو دهون بس ممكن تعمل من جوه الملتحم. لو جلد لازم افتح من تحت عشان اشد الجلد. العيان صاحي بنج موضعي في غرفه عمليات بيتشال دهون، وبرضه ان شاء الله ليس لها رجعه مره اخرى. وبعدين بنشدش الجلد بس، بنشد الجلد وبنشد العضلات. بنشد بس عضلات ايه؟ عضلات اللي هي حوالين العين. عضلات ضعيفه صغيره يعني مش هي غوزه. هي غوزه بتشد بيها الايه؟ العضلات عشان نثبتها وندي قوه للجفن زي ما كان في الاول. العيان بيخرج في نفس اليوم. النتيجه بتبان في خلال اسبوع 10 ايام، لان اي منطقه العين منطقه حساسه، واي خبطه فيها انت لو اتخبطت في عينك بتلاقي فيه زرقان وغمان حوالين عينك. وعشان كده كان نظريتهم بره في مدارس كتير قوي ما عملش الجفن الفوقاني والجفن السفلي مع بعض، لان انت ما ينفعش يبقى اثنين متغيرين في معادله واحده.
خلص واحد وشوف نتيجته وظبط عليه الاساس والايه التاني، ودايما بتدوب الجفن اللي فوق لان هو الجزء المغطي. فبيحصل حبه طغمات من 3 ل 4 ايام، بكل نقول للعيان طب انا هاجي اجيب ايه معايا؟ دايما عندي بيسالني حاجه مهمه جدا، هجيب ايه معايا؟ هي ما تجيبش حاجه، جيب نفسك، جيب نفسك ونضاره شمس لو هتعملها، لو هنعملها الصبح عشان وانت خارج تبقى لابس النضاره الشمس ما تاثرش على الجرح. انا ماليش دعوه بالنظر، ليس بالعين، ماليش دعوه بالنظر، انا ليا دعوه بالجفون وليس لي علاقه بالنظر. حاجه مهمه جدا، ممنوع عمل هذه العمليات في عيان عنده التهاب في الجفون الا بعد الالتهاب من 3 ل6 شهور. دي حاجه مهمه جدا لان الناس مش واخده بالها ايه من، وخصوصا في ايام الغمض الربيع ومش عارف ايه، والناس اللي عندهم بيبقى التهابات في الجفون من الداخليه والكلام ده كله، ممنوع عمل هذه العمليات الا لما الالتهاب يخف تماما. لا انا عايز اقوله بس انه الدكاتره لا تعيش في كوكب اخر، الدكاتره بتحس بفكر الناس، واحنا حتى لما بنقعد ساعات نقول كوميديا على اسلوب معين احنا ما بنتهكمش على كلام الناس، احنا بس عايزين نرسخ في دماغهم ان الفكره دي غلط، فبنتخذ اساليب كتيره، مره نقولها بطريقه علميه، مره نقولها بطريقه كوميديه، مره نقولها واحنا بنتريق على نفسنا ان احنا بنستحمل ان احنا نسمع كلام غريب ساعات، يعني يجي حد يقول لي انا حاطط كريم لمناخيري، حلو ايه يعني كريم ايه اللي هينفعك؟ حلو والله، طلع لك والله طلع لي الكريم بيصغر المناخير؟ لا قال لي بيظبط، بيظبط المناخير، قلت له يعني تكبير ولا تصغير؟ بالظبط. بس خدت امدح كده، قلت له نسيب الحاجات دي عيب يا ابني. والله الكريمات دي انتشرت في حتت كتير كتير قوي من الناس، بتجيب بتتخم تروح تشتري كريمات تكبير وتصغير لحاجات كتيره. المناخير يا سيدي اهم حاجه، ما يعملش ما يخشش اوضه العمليات، هي دي على فكره الفكره اللي هنا. انا نورتنا ربنا يخليك يا دكتور عايد. ضيف العزيز سوبر ستار جراح التجميل استاذ الدكتور حاتم السحار، كالعاده امتعنا في حواره، وكالعاده الحوار موصول في الناس الحلوه. تاكل الجمجمه في حالات الشخير بيصل الى تقريبا 1.23% من الملي. موضوع الشخير والغيبوبه ده موضوع في منتهى الخطوره، العيان بينام وهو قاعد، بينام وهو سايق، بينام في كل حتة بسبب قلة الأكسجين. المشكلة عندي طبعا انقطاع في النفس أثناء النوم، ووصل معايا لحد الغيبوبة. فعلا بعد ما عملت العملية وجدت إن في حالة من النشاط الحيوية، المجهود اللي أنا كنت الأول ببذله دلوقتي ببذل أضعافه الحمد لله بفضل الله يعني. نتكلم على الموضوع كريتيكال جدا، موضوع خطر جدا، موضوع خطير بجد، بين الشخير وحدوث تلف في الشرايين السبتية. عيان الشخير ده عيان كل الأنف والأذن. أنا ببقى عارف إن العيان ده هيخش يقول لي أنا عندي مشكلة شخير وعندي مشكلة توقف في النفس، ارتفاع في ضغط الدم ومشاكل في القلب، فترات تغيير الفصول دي فترات كارثية، بينام ومش قادر يتنفس. اهلا بيك في عالم الجيوب الانفيه. الدكتور هشام ابراهيم، دكتوراه واستشاري الانف والاذن والحنجره، دكتوراه واستشاري العلاج بالليزر جامعه القاهره، زماله الجمعيه العالميه للشخير وامراض النوم، زماله الجمعيه الاوروبيه للشخير وامراض النوم، استاذ زائر بمستشفى رويال كير العالمي بالخرطوم. اهلا بكم. موضوع الشخير ده موضوع مهم جدا يا جماعه، جدا. في دراسه يعني انا لازم اكلمكم عنها لانها دراسه خطيره جدا، دراسه امريكيه ويعني مخيفه الحقيقه، مخيفه. مش قادر اقول اكتر من كده. بتقول ايه الدراسه دي؟ بتقول انه الجمجمه بتاعه الناس اللي بتشخروا انحف
وفيها حالة من التآكل لما درسوها أكتر من الناس اللي ما بيشخروش إذا الخيبة السوداء. فلو أنه تآكل الجمجمة في حالات الشخير بيصل إلى تقريباً 1.23 من الملي، تمام؟ يعني 1 ملي و23، 1.3 ملي، تمام؟ طبعاً ربطوا ربط وثيق، ما هو تآكل الجمجمة ده أكيد هيؤدي إلى مشاكل مخية، فربطوا ربط وثيق بين الشخير وظهور أعراض تشبه مرض الألزهايمر، مرض ألزهايمر ديزيز، يبقى ربطوا بين الاثنين. يعني وكمان ربطوا بين الشخير وبين السكتة الدماغية، دي شيء مخيف جدا. ربطوا بين الشخير وبين الغيبوبة. الكتاب أو الدراسة اللي اتعملت دي، لأنها دراسة كبيرة خالص، يعني مثلا أنا يعني عدد صفحات الدراسة وصل لحوالي 400 ورقة. ريك نيلسون هو كاتب هذه الدراسة، قال إن انقطاع التنفس الانسدادي أثناء النوم قد يساهم بشكل ميكانيكي في تطور الاضطرابات المتعلقة بنحافة الجمجمة. سمك الجمجمة بيتأثر، وربط بقى زي ما قلت لكم بين الشخير وبين كل واحدة من الحاجات اللي احنا قلناها زي السكتة الدماغية والغيبوبة وإلى آخره. فحاجة مخيفة النهاردة، ولذلك أول سؤال هيكون في هذا الحال المخيف، كأن الشخير ده بقى موسيقى تعبيرية رعبية كده، حاجة مخيفة قوي. بقى ضيفي العزيز القيمة العلمية الكبيرة والاسم الكبير في هذا المجال الأستاذ الدكتور هشام إبراهيم. أهلا بيك يا دكتور هشام إبراهيم، نورنا. أهلا دكتور أيمن بيك، أهلا. أنا بيك. بدأت بكلام مرعب خالص جدا. أكيد بس حقيقة. معايا النهاردة ضيف عزيز عليا طبعا، يعني اسمه يعني يسعدنا ان هو يكون معانا النهارده، الاستاذ محمد اسماعيل. اهلا بيك يا استاذ محمد. واستاذ محمد حاله من حالات الدكتور هشام، له قصه مهمه قوي، وزوجته الاستاذه دعاء حسن. اهلا بيك يا استاذ دعاء، منورنا. بس قبل ما اروح لكم ونسمع قصتكم بالتفصيل، لازم اسال الدكتور هشام، ايه رايك في الكلام طبعا ده كلام محترم جدا، وده ان دل فانما يدل على اهميه الشخير وخطوره الشخير، وان احنا الحقيقه لازم النهارده موضوع الشخير ده نديله الاهميه، واحنا الحقيقه بنديله اهميه بقالنا 20-30 سنه، ولكن نحمد ربنا ان بدا يعني يؤتي ثماره اليومين دول اخيرا. شوف حضرتك، طبعا موضوع الشخير والغيبوبه ده موضوع في منتهى الخطوره، والشخير سواء كان صوت عالي او كان صوت بيصاحبه توقف نفس وخنقه، قولا واحدا ان اللي عنده شخير ياخد باله، ونولع له كده يعني لمبه حمراء، خد بالك واصحى عشان انت داخل على مشاكل. لان الشخير زي ما احنا قلنا قبل كده، الشخير ده موضوع دايناميك، يعني متحرك ومتغير. يعني النهارده العيان اللي عنده الشخير وبيطلع صوت، بعد شهر اتنين سنه الصوت هيعلى، سنه تاني هيتحول من صوت عالي لخنقه، من خنقه لشرقه، من شرقه لغيبوبه، غيبوبه لا قدر الله بعد كده بيخش في موت. وده حالات ريكوردد وكل الناس عارفه كده، والكلام ده ما فيهوش هزار وما فيهوش تهريج، خلاص الكلام ده خلاص بقى دوكيومنتد. النهارده احنا بنقول موضوع الشخير والغيبوبه لازم ناخد بالنا منه جدا، لان النهارده الغيبوبه يعني قله اكسجين. كلمه قله الاكسجين النهارده وتاثيرها على المخ بقى تاثير مخيف. النهارده العيان بينام وهو قاعد، بينام وهو سايق، بينام في كل حتة بسبب قلة الأكسجين اللي ممكن توصل لكل حتة في جسمه. النهاردة قلة الأكسجين النهاردة بتعمل أعراض كتير جدا، والنهاردة كثيرا من العيانين بيشتكي من أعراض كتير جدا وبيروح لدكاترة كتير جدا. حاجة غريبة ليه؟ النهاردة عيان الشخير حضرتك بيشتكي من إيه؟ بيشتكي من قلة أكسجين بتوصل للمخ، فبيضطر يبقى عنده زي ما حضرتك قلت كده بالظبط، عنده نوع من انواع النسيان، بيحصل له الزهايمر، بيبتدي هيروح لمين؟ هيروح دكتور مخ واعصاب. لكن موضوع الشخير زي ما نقول كثير الشكوى، كثير الاطباء، كل العيانين بتوع الشخير قبل ما بيجوا لي في اخر مرحله بيكون عدى على 10 تخصصات. النهارده عيان الشخير والخنقه وتوقف النفس بيحصل مشاكل في الصدر، يروح لعيان صدريه دكتور صدر، بيحصل مشاكل في المعده نتيجه نزول السائل من الحلق ومن اللوز والكلام ده على المعده، يحصل له مشاكل ارتجاع مريء، يروح لدكتور مناظير يعمل له منظار. يحصل له مشاكل في كل حته في جسمه، وتعب وهمدان وفي عظم، يروح لدكتور عظام
يروح يبتدي يحصل له مشاكل في الكلى من الصديد ومن الالتهابات، يروح لدكتور كلى. اقول لحضرتك بقى اكتر من كده، وفي الاخر بيروح لدكتور انف واذن. وبعد حتى لما بيروح لدكتور انف واذن للاسف الشديد، لان النهارده احنا تخصص الشخير بقى تخصص دقيق جدا جوه الانف والاذن، اخيرا العيان بيجي لنا في التخصص بتاعنا تخصص الشخير. فشوف حضرتك السلسله اللي قبليه عيان اشتكى بقد ايه وراح لكميه دكاتره قد ايه بسبب موضوع الشخير، وكل ده ممكن يؤدي الى غيبوبه وموت في لحظات. ربنا يحفظ الناس. استاذ محمد احكي لي بقى قصتك مع، انت مدرس لغه عربيه. نعم. طب احكي لي بقى قصه بتنزل. اولا بشكر حضرتك يا دكتور والبرنامج الكريم ده، ان هو كان السبب في ان احنا اتعرفنا على الدكتور هشام بمحض الصدفه. يعني بصراحه انا بعاني من مشكلتي دي تقريبا بقى لي حوالي 10 سنوات. ورحت لدكاتره كتير جدا، وللاسف كان هو التشخيص واحد، لكن الكل خايف او مش عارف يعني ممتنع ان هو يعمل العمليه، وده كان بيخليني انا كمان انا خايف ان انا اعمل العمليه. كنت المشكله عندي طبعا انقطاع في النفس اثناء النوم، ووصل معايا لحد الغيبوبه. في رمضان اللي فات حصلت لي موضوع الغيبوبه ده، وفعلا كان يعني اشبه ما يكون بالموت. فده كان السبب الرئيسي اللي خلاني فعلا يعني احاول ادور وابحث. انقطاع التنفس لدرجه ان انت فقدت فعلا الوعي. فعلا يعني انا وصلت لمرحله بدات اشوف خيالات، يعني الموضوع استمر معايا فتره طويله. كان في رمضان الكلام ده بعد الفجر. يعني كان موضوع النوم بالنسبه لي حاجه رهيبه جدا. هو برضو يعني هسال برضو المدام، يعني مدام دعاء، لان هي اكتر هو كان صوت عالي في النوم. الصوت مش عالي اكتر من صوت الاختناق، بيبقى صعب. يعني انا بصحى على صوت الاختناق. بيحصل اختناق فعلا؟ اختناق صوت. صوت الخنقه بتصحيني يعني. عشان اقومه او هو خلاص اتخنق وقام. قام مفيش اي تنفس خالص. هو محدش يقدر يوصف الكلام ده اكتر من الزوجه. بالظبط. يعني لانه هي اللي جنبك. صحيح. لان انت حتى مش تقدر تعرفه، يعني ممكن او انت تقوم مخنوق وكل حاجه، بس انت مش عارف ايه اللي حصل. صحيح. صعب جدا. صوت الاختناق نفسه. صوت الاختناق صعب جدا. كانه واحد بالظبط بيموت، واحد بيطلع في الروح. ده يعني طول ال 15 سنه ما شاء الله جواز. لا من 10 سنين بدات القصه. من 10 سنين. بس طبعا الموضوع زاد يعني في الفتره الاخيره دي. بدا يزيد جدا. اخر سنتين دول يعني الموضوع ده كان بيحصل على فترات متباعده، اصبح يحصل بشكل دوري. طب انا عايز اسالك، بعد ما تصحى من النوم. نعم. اكيد انت حاسس الفرق بعد ما عملت عمليه. اكيد. ازلت أكيد بيها المشاكل. هنعرف ايه نوع العمليه. نعم. اللي اتعملت لك، ما بين ازاي بتعمل بقى في يومك في المدرسه مع الطلبه. تمام. هل كان في مشاكل صحيه تانية كبيره جدا؟ يعني إيه طبعا. اولا انا كنت انا مريض سكر. انت مريض سكر بقى 3 سنوات. انا كنت بفسر للاسف اعراض كتير جدا كانت بتحصل لي في الفتره اللي فاتت على السن هي من السكر. ولكن بعد ما عملت العمليه وجدت ان هي فعلا مش من السكر. لدرجه ان هي المفاجاه اللي حصلت لي فعلا، ان انا من يومين بحلل سكر فقال لي انت ما عندكش سكر. فاستغربت قلت له انا مريض سكر. هو هيتظبط. هو قال لي نزل، يعني هو دلوقتي نزل. يعني انا كنت مع العلاج ما كانش بيوصل يعني النسب دي، بس مع العلاج دلوقتي هيتظبط الحمد لله. بس مش على العلاج. ماشي على العلاج بس خفضت الجرعه. تخفض. خفضت الجرعه. فطبعا انت خسيت؟ خسيت 10 كيلو. ايه اللي كان عامل سد في دخول السد؟ الاستاذ محمد حقيقه من الحالات، يعني انت عارف حضرتك انا كل حاله بجيبها ما بجيبهاش زي الثانيه. كل حاله مختلفه تماما. عشان كده النهارده هنقول الغيبوبه. استاذ محمد، اولا ده مش شكل عيان شخير. كشكل ولا شرط. وزنه كويس. وزنه كويس. مع ان قالوا له كتير جدا نقص وزنك 20 كيلو عشان الاختناق ده. لكن الشكل طبيعي جدا، مفيش شورت نك، الوزن معقول جدا 80 كيلو، حاجه يعني ايديال. واخد بال حضرتك ازاي؟ لكن الحقيقه لما بتكشف عليه، وهو ده بقى المهم، بنلاقي سده في انفه، حاجز انفي سادد التنفس 90%. الحلق بتاعه حضرتك كان عيان، يعني تقريبا اللوز سده زور، سقف الحلق قافل زور، تضخم في اللهاء فظيع. ليه حق؟ انا اول ما بفتح بق العيان الناس مش عارفه ايه هي اللهاء. اللهاء هي الجزء المتدلي من سقف الحلق لما بيفتح بقه في المرايه ونازل. الناس بتسميه للاسف تسميه خاطئه لسان المزمار. بالظبط. لكن انا بحب دايما يعني اللهاء ونحسن ونظبط من معلوماتنا الطبيه.
فطبعا المنظر انا بشوفه ده على طول، على طول رحت طالب منه على طول نعمل لك منظار وانت قاعد. عملت له منظار لقيت طبعا المجرى التنفس بتاعه لما بنشوفه مقفول تماما. طبعا مع الشكوى مع اللي انا شايفه قدام عينيا قلت له عمليه فورا. هو الحقيقه لم يتردد. قال لي انا تحب امتى؟ قلت له بكره بعد بكره، انا ما عنديش اي مشكله، شويه نعمل تحليلات وفحوصات كل حاجه كانت جاهزه. الحقيقه اللي انا شفته من بعد العمليه من الاستاذ محمد، انا ما بحبش اتكلم بعد العمليه، هو يقول لحضرتك شكل ايه اللي حصل بقى، ايه اللي حصل بعد العمليه؟ والله هو تغير كامل بصراحه في حياتي، يعني اولهم طبعا ان انا بقيت اعرف انام. لا بالنسبه لسه برده المدام صوت الشخير اختفى خلاص؟ اه الحمد لله اختفى. اختفى مفيش شخير ولا حتى يعني كده واحده ما بيختنقش بس بينام، بينام بعمق. اه كويس قوي الحمد لله. الكلمه دي مهمه. اه دي مهمه الكلمه دي تحتيها الاكسجين بقى بيدخل خلاص طبعا. اه وده طبعا يعني بدا ينطبع على حياتي نفسها. يعني انا بصراحه ربنا كم المجهود اللي كنت ببذله الاول دلوقتي ببذل 10 اضعافه يعتبر الحمد لله بفضل الله. يعني ما هو الاكسجين بدا يدخل ماشي. سيب من المجهود، احنا عارفين ان بيتحسن. نعم. المجهود بس قول لي حكايه الشخير بقى، بقيت بتنام النفس نفسه اختلف طبعا. مفيش سد تنفسي. لا مفيش، لا ما بقاش مفيش، ما حصلتش بعد العمليه خالص خالص. يعني عمليه اتعملت عمليه من قد ايه؟ عملت تقريبا شهرين. شهرين شهرين اول 9. اه حسيت بعد ما عملت استعداد الحاجز الانفي، ازاله اللوزتين اللوها المتضخمه، المسار ده كله اتظبط يعني ربنا. حسيت بعديها ان انت اتحسنت بعد اسبوعين تقريبا لما نزلت الشغل، كنت الامر طبيعي الحمد لله وبمارس حياتي بشكل طبيعي. نورتونا وشرفتونا، نورتنا دكتور هشام وسعدنا بهذا اللقاء سعاده غامره. والحقيقه النهارده اضافت لنا اضافات كثيره جدا، يعني لو قلنا 1 2 3 تقولها لنا النهارده الاضافات اللي احنا طلعنا بيها النهارده. الاضافات النهارده نقول ان انا اي عيان شخير اوعى تفتكر ان ده موضوع بسيط. شخير متحرك. اوعى دي بتاعتي يا باشا والله. اوعى تفتكر ان جسمك مش هيحاسبك. خلاص ما توعاش خلاص. الشخير متحرك بيبدا من شخير وسريعا جدا ممكن يؤدي الى غيبوبه. النهارده دوكيومنتد حاله عندنا بتقول ان انا دخلت في غيبوبه. طبعا دي مخيفه طبعا. اتنين الفضل ربنا العمليات بتنجح 100%. الأسرة بتتغير شكل حياتها، الشخص بيبقى بينتقل من حياة، أو مش عايزين نقول حياة، يعني بينتقل من حياة لحياة تاني خالص. أنا سعيد النهاردة أن الأستاذ محمد بالأسرة بالولاد ما بيحكوا لي قد إيه النهاردة هم بقوا مرتاحين نفسيا، قد إيه هو بقى مرتاح والمدام بتاعته بقى مرتاح. لو تشوف حياتك وهي جاية، أنا النهاردة يعني أنا عايز أقول أن 90% من حالات الشخير ما بيجيش لوحده، زوجته بتجيبه. النهارده زوجة الأستاذ محمد أنا بقوله يعني أنت يعني لك أن تفخر، ويعني يعني الفضل بعد ربنا ليها إن هي اللي جايباه وقالت له أنت هتعمل عملية الشخير لأن هي شافته بيموت قدام الزوج المصري الأصيل. بالظبط. نورتنا أستاذ محمد، سعادة كبيرة بزيارتك النهارده أستاذ محمد إسماعيل، وطبعا زوجتك يعني الطيبة جدا الأستاذة دعاء حسن. نورتينا يا أستاذ دعاء ومشكرين على يعني الشهادة الطبية المهمة جدا سمعناها النهارده، لأن لازم نسمع شهادات طبية في حالات بتحكي التجربة، لأن ده مهم جدا جدا. في أنا في رأيي إنه الإعلام لا يستقيم إلا بسماع هذه الشهادة. خليكم دايما مع الناس الحلوة. فحوصات ما قبل الزواج هو حماية للمستقبل لينا، فالقصة لازم تتاخد بشكل عميق شوية. موضوع فحوص ما قبل الزواج موضوع مهم جدا، مش بس أنا بفحص زوجين عشان قدرة إنجابية وقدرة جنسية وأمراض وراثية، لا أنا بفحص قدرة جسمانية. كتير قوي من الشباب بالصدفة عملوا تحليل لقينا في غياب تام للحيوانات المنوية. الفحص ده لكل الناس اللي هي مقبلة على زواج. الأمراض الوراثية دي مجموعة من الأمراض بتورث عن طريق جينات معينة على كروموزومات معينة من الزوجين. من هو المسؤول عن اكتشاف حجم العضو الذكي الحقيقي للطفل؟ دور الطبيب ودور الام دور محوري ومهم جدا. كان في حالات ما كانش ليها اي امل خالص لا بالعلاج ولا بالجراحه، فكنا بنقف.
ممكن الراجل ما يبقاش عنده حيوانات منويه خالص ونعمل حقن مجهري ويخلف. ده اللي خلانا دلوقتي ما نقولش عقم، بقينا نقول تاخر انجاب. دلوقتي واحد اتجوز، فتح بيت، ظلم مراته، دخل في مشكله كبيره قوي عشان ما حدش شخصه بدري، ما حدش لحقه بدري. الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره والامراض التناسليه بكليه الطب جامعه اسيوط، استشاري امراض الذكوره والحقن المجهري مركز خصوبه. للحفاظ على الصحة الجنسية بيجمع الأطباء حول العالم على النصح بالالتزام ببعض الإجراءات والعادات الصحية، اللي منها الحفاظ على الصحة العامة بما يتضمن الصحة البدنية والنفسية، الحفاظ على النظافة الشخصية بوجه عام وخاصة نظافة الأعضاء التناسلية، ممارسة الرياضة، المداومة على إجراء الفحوصات الصحية الدورية، الحصول على قدر كافي من النوم، الحصول على غذاء صحي ومتوازن، التخلص من التوتر، الحرص على الممارسة الآمنة للجنس، عدم التدخين أو تعاطي المخدرات، تنمية العلوم والمعرفة حول الجنس ومختلف الموضوعات المتعلقة به من مصادر طبية علمية، وعند الشعور بأي خلل أو اضطراب اللجوء فوراً للطبيب المختص. اهلا بكم، النهارده حلقه شديده الاهميه، عنوانها فحوصات ما قبل الزواج. كلمه طبعا مثيره جدا للفضول، ايه اللي يتعمل قبل الجواز؟ قبل الجواز ده المفروض الناس بتجهز بيت، تعمل شقه، ديكور، عفش، شبكه، فرع. لا، ده مهم قوي، وخصوصا ان في حالات مرضيه يا جماعه ممكن تحدث بسبب انه زوجين يتجوزوا فينجبوا طفل عنده هذه الحالة المرضية ونسبة إصابته عالية جدا. يعني في حالة مثلا اسمها دوشين مايوباثي. المايوباثي هو مرض في العضلات، بيحصل خطورته إنه مش بس العضلات بتتأثر، ده لوحدها خطر طبعا، لكن كمان القلب بيتأثر والعيان أو الطفل بيموت في سن مبكر. في حالة تانية أقل حدة منه اسمها بيكر مايوباثي. في الحالتين الطفل بيعاق، بيبقى الطفل عنده إعاقة. المشكلة دي بتحصل لو أم حاملة للجين تزوجت أب حامل للجين بتاع المرض، ممكن أطفالهم الذكور يصابوا بهذه الحالة. فحص ما قبل الزواج ممكن يتفادى الأمر ده، إن إحنا نبلغهم، والله أنتوا أولاد عم مثلا أو أولاد خال أو أنتوا الاثنين في فرص إن أنتوا تنجبوا هذا الطفل. في حالة اسمها السيكل سيل أنيميا، خلايا من الدم المنجلية، دي حالة خطيرة جدا. في أنواع من الثلاسيميا خطيرة، في أنواع من الأمراض الأخرى، طبعا في أمراض معدية لازم برضو إنه الأمور تبقى واضحة، يعني زي مثلا الفيروس سي، زي الإيدز. الإيدز مرض معدي بالجنس، إذن ينبغي أن يعرف إذا كان هناك إصابة به قبل كده ولا لا. إذن إحنا بسبب أو بصدد طرح قضية في منتهى الأهمية على المستوى الثقافي وعلى المستوى العلمي. ضيفي العزيز اسمحوا لي ارحب بيه، هو طبعا الاسم المتميز، الاستاذ الدكتور عماد الدين كمال، استاذ امراض الذكوره وتاخر الانجاب، الاستاذ بكليه الطب وصاحب دكتوراه في امراض الذكوره وتاخر الانجاب من كليه الطب جامعه القاهره. اهلا بيك دكتور عماد. اهلا دكتور ايمن، واهلا بالساده المشاهدين جميعا. الموضوع ده في مهم جدا، بس الاول متى يذهب الزوجين الى فحص ما قبل الزواج، وما هي فحص ما قبل الزواج؟ زي ما حضرتك ذكرت الموضوع مهم جدا وموضوع خطير جدا. يمكن في الفتره الاخيره يعني بدانا نقول للناس لازم يعملوا فحص للزواج، في شهادات بتتعمل دلوقتي، بس للاسف ما زالت بتتعمل بشكل روتيني قوي، انه بيروح الزوج او الزوجه اي مكتب صحه بالصور وتتمضي الشهادات والتحليل عينه كده وخلاص، الموضوع بياخد شكلي وما هوش شكل جوهري. لكن هو احنا لو وصينا على الموضوع ده، موضوع خطير جدا، ويعني هو حمايه للمستقبل لينا، فالقصه لازم تتاخد بشكل عميق شويه. موضوع فحوص ما قبل الزواج موضوع مهم جدا، وما هي مجموعه فحوصات بتطبق للشابين المقبلين على الزواج اذا كان الولد او البنت. احنا لو هنحطهم في مجموعات هنقول الفحوصات التي تتم لقياس القدره الإنجابية، الفحوصات التي تتم لقياس القدرة الجنسية،
فحوصات الأمراض التناسلية المعدية، فحوصات القدرة الجسمانية العامة، وفحوصات الأمراض الوراثية زي ما حضرتك ذكرت. دول خمس مجموعات اللي احنا بندور عليهم ونتجنب أي مشكلة فيهم عشان نقدر نعالجهم، وعشان ما نفاجئش بالمشكلة دي بعد بداية الزواج تعطل لنا مسيرة الزواج، ودايما ممكن يبقى فيه مشاكل تؤدي إلى انهيار العلاقة الزوجية أو الزواج بسبب هذه المشكلة. لو أنا هبدأ أقول الفحوصات، فحوصات القدرة الإنجابية، لازم إن إحنا شابين مقبلين على الزواج أكيد عايزين يكونوا أسرة وعايزين يخلفوا طفل، فلازم نشوف هل إحنا عندنا معوقات للزوج أو للزوجة ولا لا. الزوج مهم جدا، وتحليل بسيط جدا إن إحنا نعمله تحليل السائل المنوي. من تحليل السائل المنوي أقدر أعرف في حيوانات منوية ما فيش حيوانات منوية، حيوانات ضعيفة، في تشوهات، في عنده دوالي في الخصيتين، أقدر أعالج الموضوع ده بدري وبدل ما استهلك وقت بعد الزواج والموضوع يفضل. كتير قوي من الشباب بالصدفة عملوا تحليل لقينا في غياب تام للحيوانات المنوية، تام يعني ما عندناش حيوانات منوية، ده موضوع خطير. طبعا ده لو احنا كنا اتجوزنا هنحصل المشكلة دي وممكن ما نعرفش نعالجها أو نمشي فيها، فكان لازم نعرف المشكلة دي عشان يبقى الموضوع واضح من الأول. الفتاة برضو نفس الأمور، لو أنا هقيس لها القدرة الإنجابية مهم جدا أنها تطمن على الهرمونات عندها، وإنها ممكن يبقى عندها نوع من أنواع التكيس المبايض، ده يبان بالأشعة التلفزيونية العادية الخارجية بتتعمل على البطن، فده يقيس لي المشكلة الإنجابية. يجي القدرة الجنسية وخصوصا للولاد، إن إحنا ممكن في بعض الشباب يبقى عندهم نوع من أنواع الضعف الجنسي الخلقي، من الأول عنده مشكلة في الضعف الجنسي، تسرب وريدي، ما يقدرش يبدأ علاقة زوجية مستمرة أو سليمة، فلازم أشخصه بدري وأعرف الأمور هتمشي شكلها إيه عشان ما نفاجئش بالمشكلة دي ونقعد نعالج الموضوع في بداية الزواج وخش في ضعف جنسي بداية الزواج، أو الفشل في فض غشاء البكارة والمشاكل تتراكم أسبوع وأسبوع، في الآخر بعد ما عملنا البيت وكوننا وجوزنا ينفصل أو يحصل مشكلة كبيرة بسبب الموضوع ده. نقدر بقياس القدرة الجنسية إن إحنا نعمل بعض الفحوصات الجنسية إن إحنا نشوف الولد ده سليم ولا لا، عنده مشكلة في القدرة الجنسية ولا لا. المجموعة الثالثة مجموعة الفحوصات الأمراض التناسلية المعدية. بعض الشباب قد يكون لهم بعض العلاقات الجنسية ما قبل الزواج، فدي قد تعرضه إلى بعض الأمراض المعدية، وبعض الأمراض المعدية بالطبع هتنتقل للزوجة ما بعد الزواج، فلازم نفحص إذا كان في تاريخ مرضي لبعض العلاقات، لازم نفحص الأمراض التناسلية دي كويس كلها ونعمله كل التحاليل بتاعت الأمراض المعدية عشان نتأكد إن إحنا ما عندناش مشكلة وخلاص القصة دي قديمة وانتهت، يبدأ حياته على نور وانتهى الموضوع القديم. بس يعني هنا دايما نقف قدام قضية مخيفة، يعني محتاجين إحنا يعني نقولها. إنسان مثلا وليكن أصيب بحالة مرضية، برضو دي حاجة يعني لازم نعملها حلقة كبيرة أو لازم يبقى فيها علماء مجتمع، وليكن مصاب بالإيدز، هل إحنا نحرمه من أنه يمارس حياته الطبيعية في أنه يكون له زوج وطفل أو أبناء؟ ما في مريض إحنا نقدر نحرمه من ذلك، بس الموضوع لازم يقنن وكله شروط، يعني المريض ده هل هو معدي للطرف الثاني ومؤثر على الطرف الثاني ولا لا. تمام، إذا معدي على الطرف الثاني يبقى أنا لازم أستخدم كل الوسائل الإحاطة والبروتكشنز والحماية للطرف الثاني، ولازم الطرف الثاني يكون عارف المشكلة دي، هي دي النقطة، وعنده علم بيها، إنه من حق الزوج إنها تعرف إن هو إن هو مصاب. بالضبط، لو الطرف الثاني عارف القضية وخد احتياطاته وتقبل ذلك تمام فيش مشكلة خالص، موضوع تراضي، بس لازم يكون على علم. لكن احنا الحاجات دي ما نكتشفهاش وتحصل منها مشاكل كتير قوي ونكتشفها بالصدفة بعدين، غالبا بتبقى دايما عدم ثقة بين الزوجين، لا ازاي انت ما قلتليش على الموضوع ده، او انت اكيد عارف حتى هو لو مش عارف. فمهم جدا ان احنا نشخص الموضوع ده بدري. الاخطر بقى الامراض اللي هي ممكن تخلق طفل او يعني توجد طفل بعد حالة زواج يكون في مرض عنده خطير. بالضبط، ما ده حركة المجموعة اللي احنا هنقول عليها بعد كده اللي هي مجموعة الأمراض الوراثية. الأمراض الوراثية دي مجموعة من الأمراض بتورث عن طريق جينات معينة على كروموزومات معينة من الزوجين. الموضوع بيزيد قوي في زواج الأقارب. كتير قوي واحد يتجوز بنت عمه، بنت خاله، بنت عمته وهكذا. الأمراض الوراثية دايما بتبقى متناحية،
تحمل جينات متنحيه اكس لينكت ريسيسيف بالظبط او انها مرتبطه بالكروموزومات الجنسيه. فدايما مع وجود طرفين من نفس العيله جذورهم واحده الجينات المتنحيه دي تبدا تتحد وتظهر في صوره مرضيه. او لو انا عندي الامراض دي مرتبطه بالكروموزومات الجنسيه تمام اكيد لما الكروموزومات الجنسيه تيجي من نفس العيله هيحصل او تظهر الامراض دي. الامراض دي غالبا ما بتبقى مميتة او دايما بتصاب الطفل بنوع من انواع العجز او عدم الـ 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 الكفاءة البدنية عنده. فدايما مهم قوي ان احنا نعمل الفحوصات دي. فاذا كان في حد في العيلة عندنا تاريخ مرضي للولاد اللي هم عايزين يتجوزوا وهم قرايب وخلاص مصرين على هذا الموضوع وان كان دايما السنة ان احنا نتباعد في الزواج ودايما زواج الاقارب موش من الحاجات المستحبة قوي لكن خلاص هم متفاهمين وخلاص مش هنقدر نقول لهم لا بلاش والكلام ده كله لكن احنا موافقين قصه حب دي كان انهي المعمل ودكتور الذكوره من قصص حب المتكرره فاحنا مش هنقدر ننهي لكن هنفحص يا جماعه طب طبعا هنشوف العيله فيها ايه كانت او والله ده عندهم مرض وهن العضلات زي ما حضرتك ده عندهم مرض هيموفيليا لا وهن العضلات ما فيهوش دلع طبعا لا استنوا يا جماعه نبدا نشوف يبقى بلاش ان احنا خدوا بالكم دوشين ما فيهوش دلع طبعا ان احنا كل الاطفال اللي هيتولدوا هو هو هو, هو ضمور العضلات لان الوهن ما يثني بالظبط يعني هو بالزبط. ما يبقى يعني ضمور العضلات فهي هنقول لهم لا خلوا بالكم الولاد اللي هيتولدوا هيبقى عندهم هل انتم متقبلين اكيد الموضوع مش هيبقى يعني صعب يعني فلازم نشوف التاريخ المرض ونشوف الامراض اللي موجوده في العيله دي ونبدا نفحصها. المجموعه الثانيه الاخيره مجموعه الامراض الجسمانيه مش بس انا بفحص زوجين عشان قدره انجابيه وقدره جنسيه وامراض وراثيه لا انا بفحص قدره جسمانيه واحد عنده سكر وما يعرفش ازاي ده هيتحمل اسره وكفاءه واحد عنده مشاكل في القلب عنده صعيب في الصمامات واحده عندها عيب في الصمامات ازاي هتحمل وتلد بعد كده ما انا لازم اعرف الحاجات دي بدري عشان اعرف مدى كفاءة هذا الشخص انه يتحمل مسؤولية اسرة سواء الزوج او الزوجة وقدرة على ان هي تحمل وتلد وتربي اطفال موجودة لا عندها مشاكل في الكلى عندها مشاكل في الكبد كل ده برضو مهم ده يدخل تحت الفحوص ما قبل الزواج انا بهيئ بالضبط اتنين لبداية حياة جديدة فده تشيك زي ما بعمل تشيك في وظيفة فما بالك بتشيك في بداية زواج مهم جدا ولازم ادي له اهميته بشكل كبير قوي لان هو بيترتب عليه حياة طويلة قوي بعد كده الفحص النفسي بتاعي مهم جدا برضو طبعا الامراض النفسيه طبعا الفحص النفسي ممكن نلاقي ان احدهما عنده حاله نفسيه طبعا ده فحص نفسي مهم بس للاسف احنا في المجتمعات بتاعتنا يعني بتجاهل هذه الشق لكن هو شق مهم جدا والقدره او الكفاءه النفسيه ان الشخص ده عنده نوع من انواع ان هو يقدر يتحمل هو ممكن يكون ولد كويس لكن ياما يتحط تحت ضغط مع ضغط اسري تبدا تظهر علامات الاضطرابات النفسيه عليه يتوتر اكتر يكتئب يحصل له مشكله مش متحمل زوجته او هي مش متحمله جوزها او خناقات تبدا ويحصل الكلام ويمكن معظم الانفصال او المشاكل اللي هي الزوجيه بتحصل جزء كبير منها بسبب اختلال القدره النفسيه يعني مش اختلال يعني مرض لكن اختلال عدم قدره على التحمل انا لما حطيته في ستريس واختبار نفسي بدات تظهر الحاجات دي عليه لكن هو لما كان ما عندوش مسؤوليه وما فيش مشاكل كان عايش كويس جدا فمهم جدا ان احنا نختبر برضو هذا الشق او هذه الجزئيه عشان نحدد قدره الشخص ده على الاحتمال موجوده ولا لا. الناس تفهم من كلامنا اعتقد بعض الناس هتفهموا انه هذا الكلام للقرايب احنا عشان قلنا القرايب هل بس الفحص؟ لا طبعا الفحص ما قبل الزواج مش بس القرايب هو للقرايب يمكن بنركز على الامراض اللي هي الوراثيه فبنقول القرايب بالذات نهتم بالفحص الوراثي لكن الفحص ده لكل الناس اللي هي مقبله على زواج فحص قدره انجابيه فحص قدره جنسيه فحص امراض جسمانيه عامه فحص ضغوط نفسيه كل ده مهم جدا لاي واحد مقبل على الزواج فلازم نعمله بشكل مهم جدا وبشكل جوهري بلاش نروح نعمل الورقه ونملاها ونروح نسلمها والمأذون ياخد الورقه والبتاعه دي ويمضي القسيمه وخلص الموضوع لكن في نقطه مهمه جدا يمكن احنا بنشوفها في الفتره دي وانا عايز انوه ليها ان احيانا بيطلب من بعض الشباب انه يعمل تحليل سائل منوي كتير من الشباب ما يعرفش يعمل او يجيب عينه سائل منوي طبيعي يعني هي ما هوش عيب فيه بس هو ما تعودش على ممارسه عاده سريه تخليه يجيب عينه سائل منوي
وبيفضلوا لا انت لو ما جبتش يمكن بعض الفصائل او بعض الكنائس بتصر على الفحوص دي، ودي حاجه كويسه جدا ان هم بيهتموا بالموضوع لان يمكن موضوع الانفصال عندهم صعب جدا، فدايما بيركز انه يعمل فحوصات. طبعا ودي حاجه جيده جدا بصراحه. لكن احنا عايزين نقول لهم خلوا بالكم، لان انا شفت كذا حاله ولد طلب منه انه يعمل تحليل سلمنه وهو مش عارف، يحاول مره واثنين وثلاثه واربعه وخلاص بيحب البنت وعايز يتجوزه واتفق ووقف الموضوع عشان الولد ده مش قادر يجيب عينه. فما يجي لي انا كتبت له تقرير مثلا وروح اقول لهم والله ان انا بالفحص الخارجي الولد ده سليم ما عندوش اي حاجه عضويه، وعملنا له كمان تحليل هرمونات عشان اطمن، لكن معلش يا جماعه التحليل ده مش هيعرف يجيبه، هو مش متعود وممكن نقعد على هذا الوضع شهور او سنين، فمعلش انتوا هتعطلوا على الفاضي. فلازم نخلي بالنا ان احنا في بعض الناس او الشباب ما يعرفوش يجيبوا عينه سائل المرأة عشان اعمل لهم تحليل ما قبل الزواج. لازم اقدر الموضوع ده ولازم استشير في الطبيب لو هو اداني فكره ان الولد ده سليم خارجيا ومفيش مشكله. الهرمونات ممكن تدي، والهرمونات تدي خلفيه برضو نقدر نقول والله الولد ده غالبا كويس يا جماعه فمفيش مشكله، لان هو بالطريقه دي مش هيجيب عينه. فبلاش ان انا اوقفه وانا احط له عقده في المنشار واوقف الموضوع على هذه النقطه، لكن المفروض معظم الناس بيقدروا يجيبوا العينه ويعملوا التحليل ده. لازم نعمل تحليل ما قبل الزواج. تحليل ما قبل الزواج زواج شيء مهم جدا، اعتقد انه في المجتمعات كلها قضيه منتهيه، قضيه مهمه للغايه. احنا في مصر عندنا برضو فكره ما فعل الله ولا فعلك تمام، ما تفاولش على الواد تمام، ما بلاش نفتح باب ما نعرفش نسده. مين اللي قال؟ مين اللي قال يعني انتوا الدكاتره هتحبكوا لو كده ما حدش هيتجوز؟ مين اللي قال؟ ما حدش بيقول خالص كده. الـ 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 طبعا في جمل بتتحط في غير سياقها، ان احنا نكتشف المرض مبكرا فنعالجه فنقف قدامه ده شيء كويس، ان احنا نفهم انه في حاله زواج الاثنين دول الطفل الذكر عندهم نسبه اصابته بمرض وراثي خطير عاليه جدا ده شيء مهم جدا، ده لازم نحطه في الاعتبار، ده لب الموضوع. طبعا طفل شاب ما عندوش قدرة إنجابية فنعالجه الأول قبل ما يدخل الجواز وهو لوحده ورايق وماشي مش بقى مش عليه ضغوط، ده شيء برضو مهم جدا أعتقد. بالظبط كده، وإحنا فعلا بنتعرض لبعض الشباب لما الاقي عنده مشكلة يقول لك طب أنا هخطب، طب أصارح الطرف الثاني ولا لأ؟ فأقول له طبعا لازم، ده موضوع مهم، إذا تقبل ذلك أوكي مفيش مشكلة تمام، إذا لم يتقبل يعني خلاص يبقى الموضوع من الأول عشان ما نحصلش مشاكل. فكتير قوي بعض الشباب اللي ممكن يخبي هذه القضية، وبعض الزواج بالصدفة طبعا إن الزوجة ممكن تكتشف هذه التحاليل القديمة وتاخدها تعرضها لحد وقول لها إن الموضوع صعب جدا وعنده مشكلة كبيرة قوي، وهي طبعا تكتشف إن هو خدعها أو أخفى عليها حقيقة الموضوع، فده غالبا بينهي على طول الحياة الزوجية. فإحنا مش عايزين كده، لا إحنا نفحص الموضوع الأول ونحله بدري قبل الزواج. ضيفي العزيز الاسم المتميز الأستاذ دكتور عماد الدين كمال، أستاذ أمراض الذكورة وتأخر الإنجاب، الأستاذ بكلية الطب وصاحب دكتوراه أمراض الذكورة وتأخر الإنجاب من كلية الطب جامعة القاهرة، كان ضيفي في واحدة من أهم حلقتنا على الإطلاق فحوصات ما قبل الزواج. حلقة متفردة، حلقة مهمة للمجتمع العربي كله، أعتقد لازم يستمعوا لها بشكل من الدقة. نورتنا يا فندم. شكرا طيب، شكرا سيدي. خليكم دايما مع الناس الحلوة. الحقيقه في عالم الاسنان في ابتكارات جميله قوي، يعني مثلا دلوقتي في شركه عملت حاجه غريبه، الفينير يعني وجه لاصق، يعني حاجه كده بتبقى زي الضافر كده زي الضافر الصناعي بس طبعا مطابقه للحجم والشكل والدايمنشنز اللي احنا عايزين نديها لك، واحنا بنلزقها فوق السنان بحيث انها تدينا الوظيفه اللي احنا عايزينها. مفهوم جدا الفرق بين الفينير والكراون. الفينير ده بيغطي السطح الامامي، الكراون لا بيغطي. مش مفهوم، الناس برضو لسه ما عندهاش الفكره دي. في دكاترة في الفيلد دلوقتي موجودين عندهم رول، قبل ما يمد ايده على الضرس يعمل فيه أي حاجة يعمل لك جزر. زراعة جميلة، خلاص أنا عندي ضرس مصاب، خلاص شيل وزرع مكانه، إيه المشكلة؟ ما ينفعش، خلقة ربنا مفيش حاجة تضاهيها أبدا في الدنيا كلها. المادة المستخدمة هي كور النجاح، سر النجاح في التركيب. الزراعة
في اي حاله ما تزيدش عن 10 دقايق. انا دايما بحب احط كل حاجه في مكانها. الدكتور اسراء احمد السعيد، استشاري جراحات الفم والاسنان بكليه طب القصر العيني، ماجستير جراحات الوجه والفكين كليه طب القصر العيني، ماجستير جراحه الفم والاسنان كليه الطب القصر العيني، حاصل على الدبلومه الاسبانيه لزراعه الاسنان جامعه سيفيا، عضو الجمعيه الامريكيه لجراحين الاسنان. اهلا بيكم. الحقيقه في عالم الاسنان فيه ابتكارات جميله قوي. يعني مثلا دلوقتي في شركه عملت حاجه غريبه، انا مش عارف الحاجات دي هتمشي في مصر، بتهيألي صعبه. يعني عملوا طلاء ملون للاسنان. يا سلام، بتهيألي الاسنان ما ينفعش تبقى طلاء ملون دي. يعني لو شفنا الصور دي صور طلاء ملون للاسنان، يعني ان انا الون السنان طبقا لي مثلا لون المكياج. ايه العبط ده؟ ده حاجه جنونيه قوي. ده مزرقه شويه، بنفسجي شويه. ورونا يا عم الصور ما نشوف الجنان في العالم وصل لايه. حمرة بقى، ده ايه الجنان ده؟ جنان جامد قوي. بتهيألي ده جنان، يعني مش هينفع الكلام ده. بس ماشي والله في اوروبا وفي امريكا، وتعرف المراهقين بيحبوا يعملوا. يعني بقى السنان الحلوه هي دي، سنان طبيعيه لونها ابيض، جميله، مناسبه للوش بتاعك، مناسبه للون العينين. اما الحاجات اللي هي الاكستريم دي، يعني ولو اني في كل شويه برضو، انا مثلا بشوف حاجه لطيفه بشوفها، انه ناس حاطه مجوهرات على اسنانها، مش عارف بقى مجوهرات ولا دي بتاع التقويم. نسأل برضو يعني اللي يسأل ما يتوهش. ضيفاتي العزيزة القيمة العلمية المتميزة والاسم اللامع الأستاذ دكتورة إسراء سعيد، أهلا بيك يا دكتورة. أهلا يا دكتورة أيمن. هو في مجوهرات بتتحط على السنان؟ طبعا في مجوهرات بتتحط، بس دي بتلت على فكرة. يعني أنا كنت بشتغلها من 10 سنين. بس عجباني والله. يا جميلة. بحس إن يعني انا عاملاها لاولادي وقاعدين من هم في ثالثه ابتدائي دلوقتي في الجامعه، يعني عملتها لهم. بس دي 10 سنين، ايه ده اكتر كمان. بس ايه رايك في التلوين؟ لا دي موضه وهتبطل، مفيش حاجه اسمها كده. لا. دي حتى شكلها وحش قوي، شكلها اجلي جدا، والحمرة دي عامله زي قتل حد. دراكولا مصاص الدماء. لا وحشه قوي فعلا. دي حتى لو طلعت موضه او هي اوريدي موجوده، دي هتاخد لها كده كام شهر وهتختفي. هي بتبقى بتاعت وهيعملوها الناس اللي هم غاويين بالظبط كده، غاويين الحاجات اللي عرض ازياء اللي هو في بتاع الرعب بقى، اللي هو بتاع الهالوين ده، او الشباب الصغير اللي بيحبوا يعملوا حاجات مفرقعه. لكن الناس العاديه العقله اللي احنا اهي في حاجه بنعملها في السنه، والله من اهي في الحاجات. يوم عيد الهالوين ده، بص لا المصريين لابسين بتاع وعاملين عيد الهالوين. يا اخي تتنيل على عينك، احنا عندنا احنا عايشين في الهالوين اساسا، اكبر من الهالوين ده. مش مستنيينه على فكره. يا عم اجيب لي اجيب فرخه وروح لاولادك، ولا اعملي بطه لاولادك واكليهم صينيه محشي بالظبط. هلوين ايه يا ولي؟ انا والله العظيم وحياه ربنا لسه بستغرب الحاجات دي. شايف صور يعني لعيد الهلوين، ولا وفي ناس مشاهير بيعملوا بتاع. يا اخي المهم، طب قولي لي، طيب التجميل ايه الجديد فيه دلوقتي؟ قولي الموضه دلوقتي. لا الموضه دلوقتي طبعا هو اكتر موضه هي الفينيرز، وابتدت دلوقتي يطلع الجيل الثاني وبيبتدت يطلع شويه تفاصيل كده في الفينيرز. بس هي احدث حاجه في التجميل دلوقتي هي الفينيرز طبعا. بس الناس عندهم برضو حاجه كده، انا نفسي ان انا اعمل عليها لايتنج. ان الناس بتيجي تقول انا عايزه اعمل ابتسامه هوليود. ابتسامه هوليود دي مسمى وليست حاجه، ما ليست جهاز اسمه ابتسامه هوليود. ما بتمسكش في ايدك جهاز اسمه ابتسامه هوليود، ولا منتج في الاخر اسمه ابتسامه هوليود. لا ممكن واحد ابتسامه هوليود بالنسبه له تبقى توريد اللسة، يعني اللسة ما بقاش لونها بني، بقى لونها بامبا. انت كده عملت له ابتسامه جميله. فابتسامه هوليود دي اللي هي ابتسامه مشاهير، يعني ابتسامه جميله ما فيهاش غلطه. فلو واحد عنده كل حاجه حلوه بس اللسة بني، عملت له توريد لسة، انت كده عملت له ابتسامه هوليود. طب نروح للفينير بقى، اللي هي ايه بقى؟ اولا عايزك تشرح لي الناس الاول ايه هي الفينير عشان نبقى الناس فاهمه. الفينير يعني وجه لاصق، يعني حاجه كده بتبقى زي الضافر كده، زي الضافر الصناعي، بس طبعا مطابقه للحجم والشكل والدايمنشنز اللي احنا عايزين نديها لك. واحنا بنلزقها فوق السنان بحيث انها تدينا الوظيفه اللي احنا عايزينها. الوظيفه بقى اللي هي مثلا نقفل بيها فراغ، نظبط بيها سنان متزحمه، نعمل نظبط بيها حاجه، فهي ديت الفينيرز. يعني مثلا الحاله ديت حاله عندها بروز شديد،
الحاله ديت عملنا لها فينيرز علشان نقلل بروز الاسنان، وطبعا دي قللناها كتير، ودي عملناها جزء فينيرز وجزء كراونز يعني طرابيش. قدرنا نوصل بيها انها ما تعملش تقويم لان وقتها وظروفها ما تسمحش خالص بالتقويم، وعملنا احدث تكنولوجي في العالم اللي هو ال 3D كات كام علشان نتوقع الشكل اللي احنا هنستلمه في الاخر او نقدر نعدل في الشكل اللي احنا عايزين نوصل له. وعملنا جزء فينيرز وجزء كراونز. طيب الفينير بيقعد قد ايه المفروض لو اتعمل صح؟ مفيش حاجه، دايما بتكلم على العيانين في الموضوع ده، مفيش حاجه اسمها اديني ضمان سنتين اديني ضمان ثلاث سنين. انا مش ببيع ثلاجه، يعني حضرتك عندك عربيه ان شاء الله تكون كويسه، عندك مثلا العداد السرعه بيجيب لحد 200 او 230 مثلا، هل كل ما تخرج تجيب انت العداد لحد اخره 200 او 230 او 250 واتيفر؟ هل ده منطقي ان انت تعمل كده؟ لا طبعا، انت كده قللت عمر العربيه. تروح بقى لشركه كذا اللي انت شايلها العربيه تقول لهم العربيه ما عاشتش معايا، مش حاجه اسمها كده، ما هو انت ضغطت عليها ضغط غير طبيعي. الاسنان بتاعتنا الطبيعيه اللي ربنا خلقها لو انت اتعاملت معاها بطريقه ان هيومن برضه هتبوظ. على فكره في تصرفات غير معقوله، غير معقوله دي تكسر الطبيعي مش تكسر الصناعي. يعني الحد اللي انا اعرفه كان بيفتح زي حاجه ساقعه، دي كسرت سنان طبيعيه، فما ينفعش ان احنا نعمل حاجه غير منطقيه وتقول لي عمرها قد ايه. لكن عمرها ان شاء الله تعيش زي الفل، تعيش زي اسنانها الطبيعيه. طب انا عايز اتكلم بقى على الاشعه المقطعيه بالتفصيل النهارده. ليه؟ لان احنا يبدو ان احنا كسلنا مع الاشعه المقطعيه، اديناها حقها في وقت وبعدين ما عادش حد بيجيب سيرتها. مش واخد بالك؟ الاشعه المقطعيه كده عامله زي مثلا قسم في كليه الطب مهمل شويه رغم اهميته، عشان غاليه. ليه بقى غاليه جدا؟ جهاز بملايين. يعني انا ببقى مشفقة عليا وانا مشغله جهاز المقطعيه. ما هي دي المشكله، ان مثلا يجي بعض الاطباء يقولوا ما كفايه بانوراما، ما كفايه مثلا الفيلم الصغنن دوت، ما كفايه نعمل. ما ينفعش، لازم يبقى في الحاجات الكبيره لازم يكون في اشعه قويه، اشعه فيها استفاضه كبيره، لازم تفاصيل، استفاضة في التفاصيل. يعني ما ينفعش يعني يجي مثلا كذا مريض يبقى زعلان مني قوي، هو بيقول لي ايه، انا عملت اشعة قبل كده وخلاص الدكتور قال لي كله تمام اشتغلي. قلت له يعني ايه كله تمام؟ يعني قول لي كثافة عظمك كام، قول لي ارقام. قول لي اول الجيب الانفي بعده كام ملي، قول لي تخانة العظم عندك قد ايه. خلاص هو ما بيبقاش عارف، فما فيش حاجة اسمها كله تمام. وفي برضو حاجة بتزعل قوي الناس، ان مثلا يبقى، ودي على فكره بتزعلني جدا وفعلا دي من الحاجات اللي فعلا بتخليني عصبيه، يجيب اشعه متصورها من رقم كتير من الشهور، وهو المريض دوت يتحايل عليا ويقول لي ايه، لا ده انا لسه مصورها دلوقتي. وانا بقى اتفاجئ، حضرتك الضرس دوت عايز يتعمل علاج جذور، يقول لي ماشي. الضرس ده عايز كراون، ماشي. الضرس ده كذا، ماشي. انا عندي الستاف بتاعي معوداه ما تمدش ايدك على حاجه، حتى لو اوردر مني قبل ما تعمل اشعه جديده نتاكد ان كلام البيشنت ده صح طالما مش مصور عندي. انا فيا الطبع ده، وانا معلماهم اللي هو الحاجه قبل ما تمد ايدك انت معاك دوكيمنت ابتديت ازاي نهيت ازاي، لان انا لازم استلم منه الشغل دوت. نيجي نعمل اشعه نلاقي الضرس دوت معمول علاج جذور قبل كده. طب ما قلتليش ليه؟ طب ازاي معمول علاج جذور هو مش موجود قدامي في الاشعه؟ لان هو ما قاليش، هو مديني اشعه فولت. يعني مثلا الاشعه لما نيجي نعملها ممكن جدا يبقى العيان ما عندوش شكوى، ونيجي نعمل اشعه نلاقي ان احنا عندنا كوارث جوه العظم. يعني دوت كيس دهني واكل اكتر من نص الفك، والسنان اللي جوه الكيس الدهني ديت وصلت لحاله سيئه جدا من اللخلخه، لان ما عادش فيها عظم، هي خلاص فكت من العظم اللي حواليها. الحاله ديت لازم تمشي بسيكونس لوحدها، لازم الاول نشيل الكيس الدهني، لازم نعمل علاج جذور واعاده لعلاج الجذور للاسنان اللي مش معموله، لازم يبقى ليها شغل معين. فما فيش حاجه اسمها نعمل اي اشعه وخلاص، او نعمل نفس الفيلم ونعيش بيه. يعني دايما بهزر مع المرضى بتوعي واقول لهم انت بالظبط عملت زي اللي وقع منه جنيه فضه في شارع ضلمه، راح ادور عليه في شارع نور عشان اسهل. بالظبط انت عملت كده، انت جايب اشعه مش بتاعتك، الاشعه ديت من كذا سنه، ورحت للدكتور عملت عنده شغل، وجاي لي اشخص حاله
هي اصلا مش موجوده. يعني انا قلت له الشخص اللي في الاشعه دي هو مش موجود. قال لي لا. انا قلت له لا ده مش انت، لان انت خلاص جد شغل جديد. برضو لسه عيانه جايه لي عندها ميكسينج ما بين السنان، يعني في مرحله الميكس دنتيشن، عندها اسنان لبنيه واسنان دايمه، ومامتها برضو حبت تعمل ان هي ايه، لا هو فيلم واحد وهو دوت اللي موجود. يا جماعه ما ينفعش واحده في السن ده والسنان ديت في الاشعه، ما ينفع ابص في بقها دول مش زي دول، اقرا الاسم هو الاسم. طب بقول لك ايه، الاشعه دي مش بتاعتها، الاشعه ديت قديمه صح؟ قالت لي اه هي قديمه بس مش قوي والله، ما بلاش 3 سنين. وده 3 سنين في عمر النمو طبعا، الوضع ده مش هو الوضع اللي قدامي. دي موضوع بيزعل جدا الناس. لا يا جماعه، اكتر من 3 شهور او رحت للدكتور عمل شغل في اسنانك، الاشعه دي خلاص ما بقتش بتاعتك، في وضع اتغير. طب في مشكله انا دايما بشوفها صعبه جدا في طب الاسنان، العضه الغير مظبوطه، العضه المعكوسه. وتقعدوا انتوا تقولوا بقى كلاس 3 كلاس 2، الكلام الحلو اللي انتوا بتقولوه ده. احكي لي بقى العضه دي بتظبط ازاي، تقويم ولا ايه ولا جراحه؟ اه بص بقى انا هقول لك، العضه المعكوسه ديت اللي هو عكس الطبيعي. مبدئيا ايه الطبيعي؟ ان السنان اللي فوق بتغطي على السنان اللي تحت. والله انا مبسوطه منك قوي. انا مش لا انا فوتوغرافيك ميموري، انت تعرفي عندي كده ما شاء الله. انا بجد اصل كنت متصوره ان انت هتقولي قولي، فلقيتك انت بتجاوب، برافو عليك. انا صاحب ذاكره فوتوغرافيه ما شاء الله، مفيش كلمه او حاجه بقراها وبنساها. ما شاء الله. بس احنا برضو عشان انا لازم احط التاتش الاسناني بتاعي، احنا بنغطي من ثلث لنص الاسنان السفلي. يعني المنطقي هو ان السنان اللي فوق تغطي جزء من السنان اللي تحت. لو ده ما حصلش يبقى حضرتك دوت ده مش عضة مظبوطة خالص. هو مثلا على سبيل المثال دي مش عضة معكوسة، بس دي عضة فيها ازدحام شديد. الحالة دي اخدت مني وقت حقيقي، لان السن كبير، كل سنان مش في مكانها، عنده كل حاجة، عنده بروز شديد في الفك العلوي، عنده ازدحام شديد في الفك السفلي، عنده سنين عند اللسان. الحالة دي فعلا خدت مني وقت شوية، عدت السنة او سنة وثلاث شهور كمان، بس قدرنا نوصل بالتقويم للوضع ده. مش كل الحالات نقول عليها التقويم، ومش كل الحالات نقول عليها تركيب، مش كل الحالات فينيرز، لازم الحالة تتفلتر كده بالراحة. مبدئياً علشان ديت نقطة خلافية، العضة السليمة لازم يبقى السنان العلوية مغطية ثلث لنص السنان السفلية. كل الناس جاية عايزة توصل إن السنان العلوية واقفة كده على السنان السفلية، ده اسمه تروماتيك أوكلوجين، ده ما ينفعش أصلاً، ده كده بايظة، دي كده حاله عايزه علاج. مفيش، ربنا ما خلقش السنان فوق بعضها بيخبطوا في بعض كده ابدا. لازم اللي فوق يغطي اللي تحت، عشان ديت بيجي ناس فاكرين ان هم لما اسنانهم اللي فوق مغطيه اللي تحت ده ابنورمال، وعايزين يرفعوا العضه ويخلوا سنان كده. لا ده غلط. العضه المعكوسه بقى يعني عكس اللي انا قلته، يعني اللي تحت هو اللي طالع مغطي ثلث اللي فوق. دوت العكس تماما. وعلى فكره دي مش كل الحالات بنقدر نعملها تقويم. في بعض الحالات للاسف بتتحول جراحه. ليه؟ لما بيكون سابق بدرجه كبيره قوي لدرجه ان ممكن تدخل صباعين ما بين الفك العلوي والسفلي، دي كده جراحه خلاص، دي كده ما ينفعش. لكن التقويم بينفع فيها امتى؟ لما يكون الفراغ خفيف او ما فيش فراغ اصلا. العضه اللي تحت مغطيه اللي فوق ولازقه فيها، دي تتعمل تقويم. لكن اللي هي تبقى كده بتدخل صباعين كده جراحه. ايه السن المناسب للتقويم؟ التقويم ده علم كبير، ما فيش حاجه اسمها السن المناسب للتقويم. في حالات زي العضه المعكوسه من فضل الله انا بخليه العضه تعدل من وهو صغير، من وهو مثلا 7-8 سنين. خلاص ويكبر ممكن ما يحتاجش تقويم، او يحتاج بس شويه الاينمنت كده وتظبيط بسيط. دي حالة تبدأ بدري. في حالات تانية لازم تبدأها متأخر شوية، بعد ما الانياب تنزل على مثلا 11-12 سنة 13 سنة. في حالات ممكن تستنى عليها أكتر من كده، النمو بتاعها ما بيبقاش كامل. فقصة السن أنا شايفة أن ناخد فرصتنا أن إحنا نبص على الطفل من هو 7-8 سنين وأقول لك الصح بتاعه إيه. في زي الحالة دي، الحالة دي حالة عضة معكوسة. بص اللي أنا بقى بقوله إيه، السنان اللي تحت طالعه مغطيه من ثلث لنص السنان اللي فوق، مفيش فراغ ما بين السنان اللي فوق واللي تحت، يعني ما تقدرش تدخل صباعك ما بين الفكين، دي تتعمل تقويم. تقويم عادي زي اللي احنا بنشوفه، في مش جراحه. نقدر نوصل للحاله اللي تحت ديت، بس تبقى طويله شويه. العضه المعكوسه من الحالات اللي بتاخد شغل جامد،
وبتاخد وقت وبتاخد مجهود. يعني الحاله دي عدت السنه وثلاث شهور، دخلت في سنه ونص، لان العيان دوت سنه كبير شويه، يعني دخل في الثلاثينات، ودوت مش معنى الثلاثينات ان هو كبير او انا برفض اشتغل في سن كبير، لا، معناها ان العظم انشف من اللي عنده مثلا 12 سنه او من اللي عنده مثلا 8 سنين. لسه كنت بقولك العضة المعكوسة، لو حد عنده 8 سنين 7 سنين ممكن أعديها له أسرع وأحسن من لما يكون دخل في سن البلوغ. في وقت في ناس ممكن تجيلك تقولك أنا ما عنديش وقت للتقويم. آه طبعاً كتير على فكرة تقولك أنا ما عنديش وقت للتقويم، أنا عايز الموضوع دوت يتحل في يومين في ثلاثة في أسبوع. صراحة أنا بعرض الموضوع دوت، يعني بعرضه كويس قوي لحد ما بنوصل إن المريض هو اللي اختار. يعني الحالة دي حالة عضة معكوسة. بص توتالي توتالي أنا على فكرة أنا طلعتك لها 3 برضو، أنا ما حليتش العضة المعكوسة، بس المريضة ديت كانت عايزة توصل لأكتر شكل تجميلي بالعضة المعكوسة في خلال يومين ثلاثة. لو تاخد بالك في الناحية الشمال طرابيش شكلها وحش، في الناحية اليمين طرابيش شكلها وحش، السنان نفسها غامقة، في غامق وفاتح ومخطط يعني الوضع كان بالنسبة لها مضايقها نفسيا جدا. أنا عملتها برضو كلاس 3 بس عملتها كلها فينيرز، واللي طبعا معمول كراونز رجعناها كراونز تاني، لان ما ينفعش تبقى من كراون لفينير. ومصوره وهي فاتحه بقها شويه طبعا، لان لو صورتها وهي قافله مش هتشوف الفينيرز اللي احنا عاملينها. طيب عايز اسال، الكراون ممكن تحل محل التقويم؟ ممكن بس لو حالات بسيطه. بس ما ينفعش مثلا انياب دراكولا اللي هي طالعه بره خالص دي وتقولي نحط عليها فينير يحل المشكله. لا، يعني دي لازم الدكتور هو اللي يقيمها. يعني مثلا حاله زي كده انا شايفاها بسيطه خالص، مش موضوع يعني المريضه ديت رافضه كل الرفض انها تعمل تقويم علشان سنها وظروفها والسفر ليها ظروف كده، فقدرنا نعمل نوزع المسافات اللي تحت وعملنا لها كراونز، دي كانت كراونز مش فينيرز، وقفلنا المسافه وعرضنا السنان شويه عشان نقفل وهي كده مبسوطه زي الفل. فدي ممكن ما تعملش فينيرز او ما تعملش سوري تقويم، لكن هتعمل تركيب. انا عايز اشوف برضو التلون بتاع اللثه، يعني ايه سبب هو في اسباب كتير. منها اسباب جينيه ومنها اسباب تانية زي التدخين والمعطيات الخارجيه للثه. الحاله ديت حاله جينيه لان دي بنت صغيره. لو تاخد بالك، لو حبينا نتكلم على حاجه اسمها ابتسامه هوليود اللي الناس بتتكلم عنها، الحاله دي مجرد انها شالت اللون الاسود والجزر السوداء اللي موجوده في اللثه، بقت اللثه لونها بينك وفي نفس القعده، هي كده خلاص عملت ابتسامه هوليود. يعني هي كده طلعت زي القمر. وهي الفراغات اللي في بقها دي على فكره ما هياش مرضيه، دي كلها هتغير، كلها سوري هتقفل، لان هي لسه في سنان ما طلعتش. كل الوضع دوت هيتغير، مش محتاجه تعمل اكتر من انها تورد اللثه. هي كده عملت ابتسامه هوليود وفي وقت قليل جدا من غير نقطه دم، وباحدث جهاز لثه في العالم اسمه سوفت ليزر، احدث جهاز في العالم ومن غير وجع. يعني موضوع بسيط جدا. انت اسعدتيني النهارده جدا بهذا الحوار جدا، يعني واتفسحنا فسحة حلوة ما بين اللثة، فسحنا ببق العيان. لكن يبقى اهتمام الناس باللثة، يبقى اهتمامهم بالتفاصيل، إيمانهم بأنه الخطة العلاجية شيء مهم، بناء الخطة العلاجية في كثير من الحالات مبني على الأشعة المقطعية، يبقى أنا لازم أوبي ماي دكتور، أطيع دكتوري، لازم أتخلى عن اجتهادي الشخصي في الطب، لانه مفيش اجتهاد في الطب، مفيش حاجه اسمها عنتريه شخصيه في ان انا اعترض على بعض التوجيهات الطبيه المهمه جدا من المحترفين لاراء من الهواه. لا يمكن ابدا في الطب انه احنا نلغي راي محترف اللي هو الدكتور يعني امام اقتراح او رغبه او غريزه من الهاوي اللي هو المريض. ده شيء غير مقبول في الطب على الاطلاق. ضيفتي العزيزه استاذ دكتور اسراء السعيد، نورتيني. ميرسي يا دكتور اهل، خليكم دايما معنا. سبعين في المية من مصر بتحتل المركز السابع في السمنة، 70% بيعانوا زيادة وزن اللي هم يعني على الطريق الزحليقة بتاعة السمنة، 40% مصابون بالسمنة المفرطة بالفعل، تلت أطفال مصر تحت 19 سنة تخان جدا، تلت أطفال مصر والمعدلات في ازدياد. السمنة
أو السبب الأول في إصابة الأطفال بالسمنة المفرطة في مصر هو الأكل الكتير. الأكل الأطفال بيأكلوا داخل المدارس وجبات جاهزة، الأطعمة السريعة الموجودة، المكروزة الجميلة دي موجود في كل حتة، إهمال رهيب في مساحة الرياضة في المدارس،